السلام عليكم، ازيكم شباب؟ المفروض ان انا عاملة شرح تفصيلي للسكشن، اتعمل في 3 اجزاء بس اخد وقت طويل حوالي ساعتين. فطبعا في ناس كتير ما عندهاش خلق ان هي تقعد تسمع ساعتين، بس اللي حابب يسمع شرح تفصيلي عن الموضوع من اوله لاخره ويقدر كمان يحل من خلاله الاساينمنت على طول بعد ما يسمعه، يقدر يلجأ ان هو يسمع اللي هو السكشن اللي هو بالتفصيل اللي متقسم في 3 اجزاء فيديوز. لكن انا هعمل برضو هنا سمري عشان الناس اللي مش بتحب تسمع كتير. بس فرق السمري عن الشرح التفصيلي ان في السمري انا مش بشرح معلومات، انا بهايلايت بس على الحاجة المهمة واقول لك ان ده موجود في الكتاب وهيبقى واضح ومفيش منه اي مشكلة، فالجأ ان او بص على الكتاب في الجزئية دي. هو فين الكتاب؟ الكتاب هتلاقيه اصلا احنا منزله لك، هتلاقي في كل موضوع هينزل جزء من الكتاب از PDF، ده هيبقى موجود مع كل موضوع هيبقى عندك فيه سكشن. تمام، نبدأ على طول. موضوع النهارده هيبقى الكونستيبيشن والهيمورويدز. هنبدأ بالكونستيبيشن الاول. طيب اول حاجة بنبدأ بنعرف يعني ايه كونستيبيشن، واعتقد كلنا عارفين يعني ايه امساك. الامساك علشان اقول ان الراجل ده او الشخص ده عنده امساك، ما ينفعش ان هو اقول ان لو حصل عنده decrease في الفريكوينسي اوف defecation ان هو عنده امساك. لازم يكون معاه other symptoms، 2 أو 3 symptoms تانيين من السيمتومز الموجودة في الكتاب علشان اقدر اقول ان الراجل ده عنده constipation. ومن اهم السيمتومز دي ان انا اقول ان هو عنده dry وhard stool، صعب ان هو يحصل له elimination، بيكون في straining او pain اثناء الالمينيشن. ممكن يبقى في سيمتومز تانية او ممكن يكون في سيمتومز تانية هتلاقيها موجودة في الكتاب. تمام كده. طيب مبدئيا يعني ايه اللي يخلي الستول بتاعي يبقى dry وhard؟ الطبيعي عندنا يا جماعة ان طبعا الفيكال ماس دي هو الاكل اللي انا مش هضمه في الجي اي تي، الاكل بيتهضم جزء منه يمتص والجزء اللي باقي ده هو ده اللي بيكون الويست بتاعي او اللي هي دي بتبقى الفيكال ماس. المية الموجودة جوه اليومن اللي هي of the intestine هي دي اللي بتسوفتن الفيكال ماس وتخليها سهل خروجها. تمام. الناس اللي عندها constipation بيبقى عندها dry وhard stool. ليه؟ حاجة من اتنين، يا اما ما بتشربش سوائل كتير، ما بتاخدش سوائل كتير عشان تبقى كافية ان هي تسوفتن الفيكال ماس، يا اما المية اللي موجودة جوه الفيكال ماس بتبدأ تطلع منها وتمتصها الwall of intestine. امتى يحصل الكلام ده؟ كل ما الفيكال ماس فضلت فترة اطول في الكولون كل ما ده بيدي فرصة للمية ان هي تمتص من الفيكال ماس او تتسحب من الفيكال ماس ويمتصها الانتستين. وبالتالي اي حاجة هتقلل الجي اي تي موتيليتي لازم اكون عارفة ان هي هتسبب constipation. دي بقية الاعراض بتاعت قلنا اللي هي symptoms of constipation. الصورة ديت عندنا هتلاقي اللي هي موجودة يعتبر الكلام بتاعها في الكتاب. الابيديميولوجي، هل الكونستيبيشن بيختلف حسب السن او حسب النوع؟ بيختلف حسب السن وحسب النوع، وهنلاقيها هي كمان موجوده عندنا في الكتاب. طيب اسباب الكونستيبيشن ايه؟ اسباب الكونستيبيشن هما 3 اسباب رئيسيين، يا اما اللايف ستايل بتاع المريض هو اللي عنده مشكله فيه، يا اما هو عنده مرض او بياخد ادويه معينه بتعمل له كونستيبيشن. لو بدانا باللايف ستايل اللي هو بيكون المين دايما او الميجر فاكتور اللي بيسبب عندنا كونستيبيشن، الراجل دايما مش بيشرب سوائل كفايه، واحنا قلنا السوائل فايدتها ايه، فلازم تشرب على اتليست 8 كوبايات ميه في اليوم. يا اما هو مش بياخد فايبرز انف في الاكل بتاعه، الدايت بتاعه ما فيهوش فايبرز كفايه، والفايبرز وظيفتها ان هي بتسهل الجي اي تي موتيليتي او بتسهل حركه الامعاء، وبالتالي بتمنع ان المريض يحصل له كونستيبيشن او ان الشخص يجي له كونستيبيشن. المفروض ان انا اخد في اليوم حوالي من 10 جرام ل 25 جرام فايبرز بير داي يعني. طيب الامراض او الادويه اللي ممكن تسبب constipation هنلاقيها موجوده بالتفصيل في الكتاب الانواعها يعني او زي ايه، ولكن نبقى حاطين في اعتبارنا ان سواء المرض اللي هيبقى عند الراجل ده او الدواء اللي بياخده هتلاقيه بيأثر بشكل مباشر او غير مباشر على الجي اي تي موتيليتي. يعني بيأثر عليها ازاي؟ يعني هيقللها، وبالتالي لما يقللها ده هيؤدي عندنا
ان الفيكال ماس تفضل فتره اطول في الجسم، الميه تمتص منها تروح على الانتستاينال وول، وبالتالي يحصل دراينس وهاردنس في الاسطول. طيب المفروض ان احنا نبقى عارفين ان الكونستيبيشن ده يعتبر واحد من الماينور ايلمنتس، يعني الامراض البسيطه اللي علاجها بيكون سهل جدا. ممكن اعمل بس كوركشن للسبب بتاعي اللي هو في الاغلب ما بيكون مشكله في الدايت او نوع الدايت اللي انا باخده او اللايف ستايل بتاعتي. ممكن بس ان انا اكوركت السبب يبقى انا كده عالجت الكونستيبيشن. فهو ما بقدرش اقول ان هو حاجه خطيره، ولكن على الرغم من كده ما اقدرش استسهل الكونستيبيشن اقول ان هو حاجه سهله ومفيش منه اي مشكله خالص. لا، لازم ناخد بالنا ان هو الكونستيبيشن يعتبر سيمتوم، ومعنى ان هو سيمتوم يبقى انا لازم كصيدلي وانا واقف في الصيدليه اخد بالي هل المريض اللي داخل لي بكونستيبيشن عنده other symptoms تانيه ولا لا، لان في بعض السيمتومز التانيه اللي لو جت مع الكونستيبيشن بنعتبرها red flags، بنعتبرها alarming symptoms، وبتقول لي الالارمنج سيمتومز دي بتديني اشاره او رساله ان المريض ده مش عنده كونستيبيشن، لا هو عنده مور سيريس underlying disease. على سبيل المثال ان الراجل ده ممكن يكون جاي بكونستيبيشن معاه نوزيا وفومتنج ورايت ابدومينال بين، ودي بتبقى عندنا اشاره ان الراجل ده ممكن يكون عنده ابنديسايتس اللي هو التهاب الزائده الدوديه. التهاب الزائده الدوديه ده لو انا جيت اتعاملت معاه كصيدلي طبيعي، يعني ان انا اديله ملين، الملين لو قوي شويه على معدته زي الاستيميلانت لاكسف، زي ما هنشوف الاستيميلانت لاكسف فيري بوتنت، ده ممكن عندنا يعمل رابتشر الابندكس ويدخل المريض في كومبليكيشنز احنا في غنى عنها. لو ما كانش صيدلي عامل الانترفينشن ده كنت اقدر ان انا اعالج المريض بسهوله. فدي مثلا ريد فلاج بيقول لك عندنا دي مش كيس انك تتعامل معاها، دي كيس اوف ريفير، لان دي هنا ريد فلاج. من الريد فلاجز التانية مثلا لو الكونستيبيشن جه مع اعراض زي ان فجأة كده حصل ان بقى المريض عنده لوس اوف ابيتايت، المريض بيخس بشكل سريع او شكل مفاجئ، المريض بقى عنده بليدنج، المريض بقى الاستول بتاعه فيري ثين بنسل لايك تيب، يبقى المريض هنا مش عنده كونستيبيشن بس، المريض هنا ممكن السيمبتومز اللي احنا قلنا عليها دي مع الفريكوينت كونستيبيشن او ايفن دايريا، ده اما ده يا اما ده، ده معناها ان الراجل ده ممكن يكون عنده لا قدر الله كولوريكتال كانسر، وبيحتاج طبعا ان هو يريفير فيزيشن عشان يعمل له كومبليت دايجنوزيس. يبقى هنا مش في كل مره الكونستيبيشن اقدر اتعامل معاه بسهوله وان هو حاجه بسيطه واديك اي ملين وتخف. تمام كده؟ طيب هل في اي حاجه تانية ممكن عندنا كيسز تانية تضطرني ان انا اريفير الفيزيشن لو هي عندها كونستيبيشن غير الحالات اللي هي الريد فلاجز؟ هنلاقي ان في حالات تانية وهتلاقيها موجوده بالتفصيل في الكتاب اللي هو هيبقى في الاتاتشد بي دي اف، هيبقى موجود صفحه 4، زي ان المريض اخذ علاج بقاله اسبوع وما بيتاخد ملينات وما اتعالجش، زي الناس عندنا اللي هم ممكن يكونوا عاملين عمليات جراحيه في الجي اي تي، الناس دي ما ينفعش ان انا برضو الجا ان انا اديهم ملينات مني لنفسي. تمام، فدول كيسز اوف ريفيرال. برضو لو انتوا عايزين تسمعوا الجزء ده بالتفصيل ممكن نرجع للبارت الاولاني في الفيديو اللي انا مفصله فيه النقط دي كل نقطه بالتفصيل. لما نوصل بقى عندنا هنا للعلاج، العلاج عندنا في الكونستيبيشن دايما بيبدا بالنون فارماكولوجيكال ميجرز. ممكن بس شويه حاجات بسيطه اعملها للمريض اي اخليه عندنا يعالج الكونستيبيشن من غير ما الجا ان انا ادي له علاج بالملينات. لو اللايف ستايل موديفيكيشن ما نفعش بنضطر ان انا ادي له بقى ادخل بالفارماكولوجيكال انترفينشن وادي نوع من انواع اللاكسيفز اللي احنا هنشرحها قدام بالتفصيل. اللايف ستايل موديفيكيشن زي ما احنا قلنا انك انت تاخد فايبرز كتير في اكلك عشان تحسن الجي اي تي موتيليتي، تشرب سوائل كتير مش اقل من 8 كوبايات ميه في اليوم، تاكسرسايز ديلي لان الاكسرسايز بيحسن الباول هابس بتاعتنا. كمان في عندنا الانوركتال انجل او عندنا الديفيكيشن بوتشر لازم يكون بزاويه معينه، دي الزاويه المظبوطه اللي هي ال 35 درجه مش الزاويه ال 90. فاينالي بقول للمريض بلاش تبقى دايما حاطط نفسك تحت ضغط. ليه؟ لان الضغط بيعمل تايتن للماسلز بتاعه الجسم عامه، يعني فمنها الماسلز بتاعه الجي اي تي بيشدها، فده بيأثر على اللي هي النورمال جي اي تي موتيليتي. ما ينفعش، بنضطر طبعا اقول له يبدا ان هو يبدا ياخد علاج.
العلاج عندنا الامساك بيكون بحاجة اسمها اللاكسيفز او الملينات. هنلاقي ان احنا عندنا في السوق عامة بيبقى فيه حوالي 6 انواع مختلفين من الملينات. الجروب الاخير عندنا بيبقى اللي هو الاذرز، ده جروب هيتروجينس، مش بيستخدم لاي نوع من الكونستبيشن، لا بيستخدم لانواع معينه من الكونستبيشن زي الايديوباثيك كونستبيشن، هو الكونستبيشن اللي مش معروف السبب بتاعه، او الكونستبيشن المصاحب للاي بي اس اللي هو الاريتابل باول سيندروم، او الكونستبيشن اللي بيكون بيسببه الاوبيويدز اللي هو الاوبيويد انديوسد كونستبيشن. المجموعه دي اصلا بتبقى كلها اصلا بي او ام، اغلبها مش موجود في مصر، اغلبها بيبقى مستورد، فدي هتلاقيها موجودة في الكتاب حتى في الشرح المفصل، انا ما شرحتهاش، احنا مكتفيين بس بالجدول الصغير اللي موجود جوه الكتاب، اقراه كده براحتك. تمام، كل لاكس منهم تعرف يعني بيعمل ازاي، اللي هو بيقوم ازاي، بيمنع ازاي الكونستبيشن او بيعالج ازاي الكونستبيشن، وتعرف هو هيستخدم في اي نوع من الحالات اللي احنا قلنا عليها. بقيه ال5 انواع دول بقى ال5 انواع اللي انت وانت واقف في الصيدليه في مصر تقدر انك انت تتعامل معاهم. في كل نوع من الانواع اللي احنا هنتكلم عليها انت لازم تكون عارف انت بقى كده، سواء انت بقى صيدلي، سواء انت طالب وعندك امتحان، زي ما تحب يعني. كل نوع منهم، كل كلاس منهم لازم تكون عارف الميكانيزم اوف اكشن، دور الكلاس ده بيعمل ايه، ازاي بيعالج الكونستيبيشن. لازم تبقى عارف الانسيت اوف اكشن، دي نقطه مهمه جدا للصيدلي وهو واقف في الصيدليه، لان على اساسها بيقرر. لو واحد داخله عنده اكيوت كونستيبيشن وعايز حاجه سريعه، النوع ده من اللاكسيفز هينفع معاه ولا لا حسب الانسيت، لو سريع هينفع، لو بطيء مش هينفع. لازم تكون عارف الانستراكشنز اوف ادمنستريشن، يعني وانت بتدي المريض الدواء ده هتقول له ياخده مع كوبايه ميه، مش لا ياخده مع عصير، لا ياخده قبل الاكل، لا ياخده بعد الاكل، لا ياخده على معده فاضيه، لا ما ينفعش ياخده على معده فاضيه، وهكذا. ففي عندنا كده انستراكشنز في الادمنستريشن لازم تكون عارفها عشان تقدر انك انت تقولها للمريض. ده بقى بالاضافه للجنرال بيشنت كونسلنج، ان هو لو الكلاس ده او اللاكس ده فيه بريكوشنز معينه، في مده معينه ينفع يستخدم فيها وبعد كده لا ما ينفعش ان انا استخدمها فترات طويله، لازم اقول له عليها. لو في سايد افكت او انتر اكشن معين برده لازم انوه المريض عليه او انا انبهه منه، يعني لو ينفع مش عارفه لا ده يتاخد مع كومباينيشن مع كذا، دي مسموح بيها، لا الكومباينيشن من لاكس ده مع حاجه تانية دي ممنوعه. الكلام ده كله لازم تحطه في اعتبارك في كل كلاس من الكلاسز اللي احنا هنتكلم عليها. أجين أنا بأكد عليكم، أنا ما أقدرش إن أنا في السمري إن أنا أشرح كل حاجة في الكلاس، ولكن دي ال4 نقط الأساسية اللي في كل كلاس لازم تكون عارفها، بالإضافة طبعاً إنك تكون عارف في كل كلاس هو هيبقى أو تي سي ولا بريسكرايبد، لأن أنت لازم تكون وأنت واقف في صيدلية عارف معلومة زي دي. اول كلاس هنبدا بيه اللي هو اسمه كلاس البالك لاكسيفز او الفايبر لاكسيفز. الكلاس ده كله او تي سي، كله بيطلع او تي سي، وعلشان ما ندخش في الموضوع ده احنا عندنا ال5 كلاسز اللي قلنا عليهم بنشتغل عليهم او موجودين دايما معانا وبنشتغل عليهم جوه في الصيدليه، هم 5 كلاسز اللي هي البالك، الايموليانت، اللوبريكنت، واللي هو الاوزموتيك والسالاين، واللي هم الستيمولانت لاكسيفز. كلهم بلا استثناء بيطلعوا او تي سي، ما عدا الاوزموتيك لاكسيفز. الكلاس دي فيها حاجات بتطلع او تي سي وحاجات بتطلع بريسكرايب، هنقولها لما نيجي عليها. تمام كده، بس غير كده كلهم بيطلعوا او تي سي. البالك لاكسيفز عندنا بيبقى قلنا يا اما هي بتبقى من اسمها فايبر لاكسيفز، دي عباره عن مجموعه فايبرز، مجموعه بولي ساكرايدز، يا اما ناتشرال يا اما سينثيتك، في منها كده وفي منها كده. دور البالك لاكسيفز ايه، هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعها، ده لسه قايلينه على فكره واحنا بنتكلم عن دور الفايبرز لو انت زودتها في الاكل بتاعك. الفايبرز الميكانيزم اوف اكشن بتاعها هنلاقي ان هي بتيجي في الجي اي تي تسوالو، تاخد ميه وتسوالو يزيد البالك بتاعها، فتحرك الجي اي تي او تزود الجي اي تي موتيليتي، يبقى هي بطريقه غير مباشره بتزود الجي اي تي موتيليتي عن طريق ان هي بتزيد في البالك بتاعها وبيحصل لها سويلنج. الانسيت اوف اكشن بتاعها بطيء جدا، بياخد من يوم لاربع ل 72 ساعه، فده بطيء قوي. دايما ننصح المريض ان يشرب معاها كوبايه ميه، والا لو انا ما اخدتش كوبايه الميه ديت البالك لاكسيف زي ما احنا شايفين في الصوره كده بنلاقي ان هي حجمها صغير، هي اول ما تاخد لو ما انا ما شربتش معاها ميه كفايه دي هتيجي عندنا اول ما تنزل في الاسوفجس، هتلاقي عندنا في ميه اكيد في الاسوفجس، فتقوم رايحه اخد الميه ساحبه الميه منه، فيحصل عندنا سويلنج في الاسوفجس، فممكن المريض يحصل له اوبستراكشن. فضروري جدا ان انا
اقول المريض لازم يشرب معاها كوبايه ميه عشان يحصل لها ووشنج من الاسوفجس وتنزل في الجي اي تي، وفي الجي اي تي يبدا يحصل لها سويلنج. البيشنت كونسلنج التفاصيل بتاعته هنلاقي ان هي احنا عندنا لازم نعمل دوز سبيسنج ما بينها وما بين اي ادويه تانيه بناخدها. هنلاقي ان هي البوليساكرايز دي مش بتمتص من الجي اي تي، فبالتالي لازم ان انا بالتالي انا ما فيش منها مشكله لو اخدتها فور لونج تيرم، لكن عشان هي الانسيت اوف اكشن بتاعها بطيء ما ينفعش استخدمها في علاج الاكيوت كونستيبيشن. دي تنفع في الحالات اللي هي اما بروفيلاكسيس يا اما في المانجمنت اوف الكرونيك كونستيبيشن. بالمناسبه برضو هنلاقي عندنا في كل كلاس من الكلاسز اللي احنا هنتكلم عليها هنلاقي في فيديو مدته ما تزيدش عن دقيقتين بيشرح الميكانيزم في كلاس، وبيقول لي الانسيت، وبيقول لي يعني بيكلمني في الادمنستريشن انستراكشنز والبيشنت كونسلنج. اي حاجه انا بعديها يا جماعه موجوده عندك في الكتاب، لازم تكون عارف ان دي هتبقى عليك. طبعا كل الكلام ده موجود بشرح تفصيلي في البارت الاولاني من اللي هو الفيديو اللي انا عاملاه بشكل تفصيلي شويه. قلنا طبعا ان هي بطيئه جدا في الافكت بتاعها، عشان كده هستخدمها عندنا في ان انا ابريفنت او كبروفلاكسز rather than for treatment of acute constipation. الكلاس اللي بعد كده هتبقى اسمها الايموليانت لاكسيفز او ستول سوفتنرز، ودي برضو قلنا ان هي هتطلع او تي سي. الكلاس ده هو دواء بس واحد اللي موجود فيه اسمه الدوكازيت، وده انايونيك سيرفاكتنت. ممكن نكون سمعنا عنه او شفناه في حاجات تانية غير اللي هو ان هو يبقى ستول سوفتنر. هنلاقيه عندنا موجود عندنا في الاير برودكتس ان هو بيستخدم برضو as a wax softener. بنلاقيه برضو موجود باسماء تانية في على الانترنت، ممكن نلاقيه باسم الدي اس اس اختصار لدايوكتايل صوديوم سلفوساكسينيت، او الايروسول او تي، او اللي هو الاي او تي. الفيديو برضو اللي موجود عندنا اتاتشد هنا برضو بيوضح لي عندنا كل الحاجات اللي موجوده من ميكانيزم اوف اكشن وانستراكشن اوف ادمنستريشن والانسيت وبيشنت كونسلنج. اهم حاجه هعرفها هنا عندنا في الدوكازيت في الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو كونه سيرفاكتان، فليه حاجه اسمها ويتنج بروبرتيز. ويتنج بروبرتيز ده بتخليه يسمح للميه الموجوده بقى في اليومن بتاع الانتستين ان هي تقدر تبنتريت جوه الفيكال ماس وتبدا تعمل لها softening. يبقى هو كل اللي بيعمله ان هو بيقلل الانترفيشال تنشن بتاع اللي هي على سطح الفيكال ماس عشان يسمح للميه ان هي تدخل جواها وتقدر تعمل لها penetration، وبالتالي تقدر ان هي تسوفتن الفيكال ماس، عشان كده اسمه ستول سوفتنر. هيجيب الميه منين؟ والله الراجل ده لو constipated وما بيشربش سوائل كتير لازم انصح المريض من الادمنستريشن انستراكشنز ان يشرب معاها كوبايه ميه. الانسيت اوف اكشن زيه زي اللي هو البالك لاكسيفز، بطيء جدا وبالتالي ما ينفعش استخدمه في الاكيوت كونستيبيشن. من اهم البيشنت كونسلنج اللي بنقوله للمريض اللي بياخد الدوكازيت قلنا ان هو يشرب معاها كوبايه ميه. نفس الكلام زيها زي البالك لاكسيفز، لازم يعمل دوز سبيسنج ولكن عكس البالك لاكسيفز. عشان تفهم يعني ايه عكسها، يعني هما الاثنين لازم اعمل دوز سبيسنج ما بينها وما بين الادويه اللي بنتاخد معاها، خاصه الادويه اوف نارو ثيرابيتيك اندكس، لان الدوكازيت ممكن يزود السيستميك ابزوربشن بتاع الادويه دي فيسبب توكسيسيتي. اما البالك لاكسيفز عندنا هتعمل فيزيكال، ممكن تعمل فيزيكال ادزوربشن للادويه ديت على سطحها لما بتعمل سويلنج، فبالتالي ممكن تقلل السيستميك ابزوربشن وتخلي المريض كانه ما اخدش الادويه دي. علشان كده قلنا ان هو لازم يتاخد اللي هو الدوكازيت فيسكوشن مع الادويه اوف نارو ثيرابيتيك اندكس، لان ممكن يؤدي ان يحصل منها توكسيسيتي نتيجه ان هو ممكن يزود السيستميك ابزوربشن بتاعها as a surfactant. surfactant من خصائصها ان هي بتزود السوليبيلتي اوف دراج، فالسوليبيلتي اوف دراجز لو زادت ده يزود البايو افيلابيلتي بتاعتها. هنا بقى ما ينفعش اخد عندنا الدوكازيت اكتر من اسبوع الا لما ريفير الفيزيشن. ليه؟ لانه لقوا ان هي بتفقد الافكتيفنس بتاعها مع الوقت، بتفقد الافكاسي بتاعتها مع الوقت. الكلاس اللي بعد كده هو اسمه اللوبريكانت لاكسيفز، وبرضه من اسمها اسمع الاسم ان هي هتلاقيها ان هي في الميكانيزم اوف اكشن فهي بتعمل لوبريكيشن، تمام كده. طيب الكلاس دي بتبقى كلها عباره عن مينرال اويلز. الوحيد اللي بيطلع في المينرال اويلز ده او تي سي، واللي احنا اوريدي كلنا عارفينه او معروف في الكلاس ديت ومفيش حاجه معروفه غيره هو الليكويد بارافين اللي بنقول عليه زيت البارافين.
ايه بيعمل ايه اللوبريكانت لاكسيفز؟ اللوبريكانت لاكسيفز بتيجي اللي هو الزيت ده لما اجي اخده المريض يشربه، ده بيجي عندنا يحوط الفيكال ماس، يحبس الميه الموجوده جواها ويمنع ان هي تمتصها الجي اي تي. في الاول خالص قلنا ان الميه كل ما تتسحب من الفيكال ماس كل ما يحصل دراينس وهاردنس في الفيكال ماس، وده اللي يسبب الكونستبيشن. يجي بقى الزيت ده يحبس الميه، يحوط على الفيكال ماس وبالتالي يحبس الميه جواها ويمنعها ان هي تطلع بره وتمتصها اللي هو الوول اوف الانتستين. بالاضافه لكده كونه زيت بيروح يعمل ايه؟ بيروح يعمل لوبريكيشن للوول بتاع الانتستين، زي ما يكون عندك باب كده وبيزيق وتيجي يقول لك تعالى شحمه، شحمه عشان ايه؟ يبقى سهل انك يفتحه وتقفله. فنفس الكلام الاويل ده لما هيعمل لوبريكيشن للوول بتاع الانتستين هيسهل انزلاق الفيكال ماس، وبالتالي المريض ما يحسش بايه؟ بالم قوي يعني اثناء ما هو ايه؟ بيديفيكيت. مهم بقى جدا اعرف بقى ان هنا في الفيديو اللي هو الاتاتش هنا اللينك ده على الموجود فيه الفيديو ده اتقال فيه جمله مش صح او جملتين مش صح. اللي مش صح في الفيديو ده لا اليوزز بتاعته، الانديكيشنز استخدام الليكويد بره في الانديكيشنز بتاعته في الفيديو ده مش مظبوطه، كمان الانسيت اوف اكشن بتاعه مش مظبوط، فلا ناخد الانسيت اوف اكشن ولا ناخد الانستراكشنز او اللي هي الانديكيشنز بتاعته. غير كده الميكانيزم اوف اكشن مظبوط، السايد افكت والدراج انتر اكشنز كل الكلام ده مظبوط في بقيه الفيديو. طيب الانسيت اوف اكشن بتاعه سريع مقارنه بالمجموعتين اللي قبله، من 6 ل 8 ساعات لو اتاخد اورالي. لو اتاخد ريكتالي عن طريق الانما اللي هي الحقن الشرجيه، ساعات كانوا بيحطوا فيها زمان كده يحطوا فيها الزيت البارافين ده، ده ياخد مثلا من 5 ل 15 دقيقه، بيكون اسرع بكتير. طيب الادمنستريشن بقى الانستراكشنز هنا مهمه جدا. هو زيت خفيف، طيب يعني هو مش طياري يعني بس هو خفيف قوي، فلازم انصح المريض ان هو ياخده على امتي ستومك، والا يحصل حاجه اسمها لونج اسبيريشن، يدخل الزيت جوه اللونج ويعمل حاجه اسمها ليبيد نيمونايتس. وعلشان كده وي هاف تو افويد ان هو يتاخد ات بيد تايم، والا ده هيزود الريسك اوف اسبيريشن. كمان عندنا بيشنت كونسلنج مهم قوي، بنقول عندنا للمرضى اللي هم بيحبوا دايما يعملوا كومباينيشن من اكتر من نوع من اللاكسف عشان يزودوا الافيكاسي بتاعتها، ان لا ما تاخدش اللي هو ما تعملش كومباينيشن ما بينه وما بين الايموليانت. طب اشمعنى الايموليانت واللوبريكانت؟ هاكد تاني، الايموليانت هو اللي بيسهل ان الميه تدخل من اليومن بتاع الانتستين تدخل جوه الفيكال ماس عن طريق الويتابيليتي بروبرتيز بتاعه السرفاكتنت بتاعي. اما اللوبريكانت بيعمل العكس، ان هو بيمنع بيحبس الميه جوه الفيكال ماس ويمنع ان هي تطلع بره، يبقى واحد بيسهل او بيساعد على دخول الميه من بره لجوه، التاني يمنع ان الميه تطلع من جوه الفيكال ماس لبره اللي هو اللوبريكانت لاكسيفز. طب ليه بقى ممكن نعمل الكومباينيشن دي؟ اشمعنى دي؟ لان احنا عندنا الايموليانت قلنا ان هو فيه على فكره خاصيه مهمه قوي ان هو بيسوفتن الستول، علشان كده بيشنت كونسلنج مهم. طبعا نسيت اقوله عشان انا عايزه اختصر بسرعه، ان الناس اللي ما ينفعش ان هي تعمل ستريننج بتبقى احسن نوع لاكسف تاخده هو اللي هو الدوكازيت او الايموليانت لاكسفز، زي مرضى القلب، زي الناس اللي بتكون عندها مثلا عندها بواسير او عندها اللي هي anal fissures اللي هي الشروخ الشرجيه، الناس اللي بتكون لسه عامله عمليه جراحيه في الجي اي تي وممنوع ان هي تعمل استريننج، بتاخد الدوكازيت عشان هو بيسوفتن الفيكال ماس فبتطلع بدون ما يحس بيقلق باي الم. بس مشكلته ان هو بطيء جدا في الوقت بتاعه، بياخد حوالي 3 ايام عشان يدي الافكت بتاعه. فممكن كان في زمان بقى زمان كانوا يحبوا يدوا لوبريكانت لاكسف عشان يدي تاثير سريع، ويدوا معاها الدوكازيت علشان ما يحسش المريض باي الم. الكومباينيشن دي ما تحصلش ومش ما ينفعش ان هي تحصل، لان الدوكازيت هيزود السيستميك ابزوربشن بتاع الليكويد بارفين. الليكويد بارفين لما يمتص الجسم يعتبره حاجه غريبه في البلاس سيركيليشن، يبدا ان هو يهاجمه ويحصل حاجه اسمها الليب اللي هو جرانيولوماتوزز مثلا في الليفر، بيعمل حاجه اسمها بيعمل هيباتوتوكسيستي، تمام؟ لان الجسم يعتبره ان هو فورين بودي. طبعا كونه اويل، فاي فات سوليبل فيتامينز هتتاخد معاه هي ايه؟ هي هي تدوب فيه وتنزل معاه من الريكتم، وده بيقلل امتصاصها. من كمان اللي هي الحاجات السايد افكتس بتاعته، ان هو طبعا زيت فليه بور بلاتابيليتي. الزيت اللي نازل من الريكتم ده البيشنت بيحس عندنا بزي ترسيب كده او ترشيح اسمه انال سيبج،
بيعمل itching و perianal discomfort. عشان كده يا شباب هتلاقي عندنا ان المينرال اويل اللي هو الليكويد بارافين تلاقي مشاكله كتيره، من اول من lung aspiration لاحتماليه ان هو يمتص، يقلل الفات soluble vitamin intake، بيعمل طبيعي هو من غير كل ده اصلا بيعمل، هو نازل اصلا من الريكتم بيعمل itching و anal discomfort، فمش محبذ دلوقتي حاليا استخدامه. ومش هتلاقيش واحد وهو واقف في الصيدليه داخل لك حد عنده constipation مش بتقول له يلا يا ريت ايه يا ريت تاخد يلا الايه الليكويد بارافين كعلاج، فاحنا ما عدناش بنستخدمه. وفي other alternatives more safer عنه ممكن تتاخد وافكتيف برضه. اللي مصمم لسه ان هو ياخده بننصحه انه ما ياخدوش اكتر من اسبوع، لان هو بعد فترة عندنا بيأثر على النورمال باول فانكشن بتاعة الجسم، فبتقللها بتضعفها، فعلشان كده بنقول له لا ما تاخدوش فترة اطول من اسبوع، والا هيأثر على النورمال باول فانكشن بتاعتك، بيعمل loss of normal باول فانكشن. الهايبر اوزموتيك لاكسيفز عندنا اللي هي او الاوزموتيك لاكسيفز دي قلنا ان هي كلاس بقى فيها حاجات او تي سي فيها حاجات بريسكرايبد، الجليسرين واللاكتيلوز الاثنين دول هما اللي موجودين جوه مصر، البولي ايثيلين جلايكول والسوربيتول دول مش موجودين جوه مصر. اللي بيطلع او تي سي هو الجليسرين والبولي ايثيلين جلايكول، اما اللاكتيلوز والسوربيتول دول بيبقوا بي او ام. لو خلينا ركزنا مع بعض في اللي موجودين في مصر هنلاقي ان واحد بيطلع او تي سي اللي هو الجليسرين سابوزيتوريز، واللاكتيلوز ده بيطلع بي او ام. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها مش محتاج ان احنا نقعد نكرر فيه، الاوزموتيك الحاجات اللي بتشتغل بطريقه الاوزموتيك بريشر او الاوزموتيك افكت احنا اوريدي درسناها قبل كده حتى في الترم الاولاني اعتقد، هي حاجات ليها اوزموتيك بريشر او ليها اوزموتيك افكت تسحب ميه من الجي اي تي وتبدا ان هي عندنا تزود بيها عندنا اللي هي تحاول تزود الويتنج بتاع الفيكال ماس وتحسن عندنا اللي هي الباول موفمنت. الانسيت اوف اكشن بتاعها لا بيختلف حسب نوع اللاكسف وحسب الروت، حاجه زي مثلا اللاكتيلوز سيرب ده بيقعد بطيء بطء السنين زيه زي البالك والايموليانت بيقعد من 24 ساعه ل 72 ساعه. في المقابل السيرب الثاني اللي هو البي اي جي هو مش موجود في مصر بس ستيل سيرب يعني ده بيقعد من ساعه لثلاث ساعات. لو جينا بصينا مثلا للروت نفسه لو هنبص على تاثير الروت حاجه زي الجليسرين سابوزيتوريز دي بتدي الايفكت بتاعها within minutes تمام كده. الفيديو اللي موجود عندنا فيديو بتاع اللي هو الاوزموتيك لاكسيفز هي بس في حته اتقالت فيه خطا ان هو قالوا ان الاوزموتيك لاكسيفز بتستخدم في علاج الكرونيك كونستيبيشن، النقطه دي مش صح لان احنا هنشوف ان هي لو استخدمت اكتر من اسبوع ممكن تسبب ديهايدريشن للمريض بتاعي فبالتالي انصحه ان ما ياخدهاش اكتر من اسبوع، تاني ما ينفعش استخدمها في الكرونيك كونستيبيشن ولا حاجه. الحاجات اللي موجوده في مصر اللي هو الجليسرين سابوزيتوريز اهم بيشنت كاونسلنج بنقوله ان الجليسرين ده لو انا جيت عملت له على طول دايركت انسرشن عندنا في الريكتم بيسحب ميه كده في الاول لنفسها اللي هي السابوزيتوريز تسحب شويه ميه كده فتعمل عندنا انال ايتشنج، فعلشان انا امنع الايتشنج ده فانا باجي انصح الام عندنا او المريض اللي هيستخدم عندنا الجليسرين سابوزيتوري ان يعمل له بري مويستنج في ميه بس كده يدب بس كده سريع كده في ميه قبل ما يعمل لها انسرشن، فهي شويه الميه اللي بتاخدهم في الاول لنفسها دي بتاخدهم من الميه من بره بحيث انك لما تعملها انسرشن ما تعملش الموضوع اللي هو الايتشنج ده. تعتبر طبعا اوف تشويس للبيدياتريكس. اللاكتيلوز هو بريسكرايبد اونلي ميديكيشن ما يطلعش الا بوصف الطبيب، ولكن حط في اعتبارك ان هو فيري سيف، ينفع تاخده بريجننت وومن، ينفع ياخده البيدياتريكس، ممكن ياخده عندنا الجيرياتريكس، بس اجين لازم يكون بوصف الطبيب مش حضرتك اللي بتوصفه. ليه فيري بور بالاتابيليتي وعلشان كده هو لازم يتاخد مع الجوس. اللاكتيلوز ممكن نشوفه عندنا في حالات تانية غير ان هو يطلع كلاكسف في علاج الكونستيبيشن، الاقيه في بعض الروشتات بيطلع عندنا مع انتي بايوتكس امينو جلايكوزايد انتي بايوتكس زي النيومايسين وده بيكون لعلاج الهيباتيك انسفالوباثي. طب ايه بقى دور اللاكتيلوز في علاج الهيباتيك انسفالوباثي؟ لا هو هنا دلوقتي الناس اللي عندها هيباتيك انسفالوباثي دايما بيكون عندهم هيباتيك ديسفانكشن، الليفر عندهم ما بيكونش شغال كويس فتبدا الامونيا تزيد مستواها في الدم وتروح على البرين وتعمل عندنا دامج،
هو طبعا المريض يخش في كوما وحاجات كتير كده. طيب الحل بقى ايه؟ ان اللاكتيولوز بيتاخد عندنا ان كومباينيشن مع انتيبيوتكس. الامينوجلايكوزايد انتيبيوتكس بيكون دورها ان هي تقتل البكتيريا اللي هي الامينوجينيك بكتيريا اللي موجوده في الكولون، فتمنع ان هي تقلل عددها شويه، فبالتالي تمنع تكون او البرودكشن اوف الامونيا. تمام، الامونيا دي البكتيريا بتكونها في الكولون وتطلع الامونيا، الامونيا تمتص عادي من الجي اي تي وتروح على الدم، الليفر كان بيتخلص منها، الليفر فيه ديسفانكشن فمش هيتخلص منها. طب ايه بقى وظيفه هنا اللاكتيولوز؟ اللاكتيولوز قلنا ان هو اوزموتيك لاكسيف، ده شوجر مش اصلا مش بيتكسر، مفيش انزيمز بتكسره في الجي اي تي، فبينزل في الكولون، تيجي البكتيريا في الكولون تعمله فيرمنتيشن، تدي اللاكتيك اسيد واسيتيك اسيد، فبيطلع اسيدز نتيجه الفيرمنتيشن بتاع اللاكتيولوز، فده بيعمل اسيدفيكيشن او سلايت اسيدفيكيشن للي هي الكولونيك انفايرمنت. الاسيدفيكيشن ده وظيفته حاجتين او بيفيدني في الهيباتيك انسفالوباثي في حالتين. اول حاجه ان الامونيا اللي طلعت اتكونت اوريدي خلاص موجوده، هيحولها الامونيوم اينز، والاينز ما بتمتصش من اللي هي الانتستاينال وول، اي حاجه عشان تمتص من سيل ميمبرين لازم تكون موجوده في النون بولر فورم. طب تاني حاجه الاسيدفيكيشن هيفيدني بيها ان الامينوجينيك بكتيريا اللي موجوده في الجي اي تي محتاجه اصلا وسط قلوي عشان تعيش فيه، فلما انا بعمل سلايت اسيدفيكيشن للكولون انفايرمنت ده بيخليها شويه انهبت الجروث بتاعها. السؤال، هل الكومباينيشن ما بين التو انتي الانتيبايوتكس واللاكتيولوز ده ما ياثرش على الافيكاسي بتاع اللاكتيولوز؟ يعني هل الامينوجلايكوزايدز زي ما هي بتكسر الامينوجينيك بكتيريا مش هتكسر البكتيريا اللي بتعمل فيرمنتيشن للاكتيلوز وبالتالي تفقدوا الافكت بتاعه؟ الاجابه لا. لما جه نبص عليها براكتيكالي لقوا عندنا ان الناس فعلا اللي ادوهم الكومباينيشن دول كان النتيجه بتاعتهم او كان في الريسبونس بتاعهم كان اعلى بكتير من الناس اللي كانت بتاخد كل واحد فيهم على حده، وده معناه ان هي البكتيريا اللي بتفرمنت اللاكتيلوز بتبقى ريزيستنت للي هي الامينوجلايكوزايد انتيبايوتكس. الكلاس اللي بعد كده طبعا هو السلاين لاكسيفز. السلاين لاكسيف زيها زي الاوزموتيك لاكسيفز، هما الاثنين بيشتغلوا عن طريق اللي هي الخاصيه اللي هي الاوزموزس. بالمناسبه من اهم البيشنت كاونسلنج في الكلاس ده ان هو لازم نطلب المريض ان هو يشرب ميه وهو بياخدهم. ليه؟ لان هي كده كده المواد دي لو انت ما اديتهاش ميه من بره هي بخاصيه الاوزموزيس اللي عندها هتسحب ميه من اللي هي التيشوز اللي حواليها فتعمل دي هايدريشن للشخص بتاعي. فعشان امنع الدي هايدريشن او اقلل فكره ان يحصل دي هايدريشن انا بدي المريض ميه من بره. يبقى لو انت خدت بالك هتلاقي في كذا نوع من اللاكسيفز واحنا بنقول طريقه استخدامه قلنا لازم يشرب معاه ميه، فالمفروض تجمع الحاجات دي وانت بتذاكر. الصلاين لاكسيفز اللي بتستخدم دايما بتكون عندنا يا اما صوديوم او مغنيسيوم سولتس، في منها الاورال وفي منها الريكتال فورمز. الموجود حاليا وبيستخدم حاليا طبعا هي الحاجات الريكتال فورمز اللي بتبقى موجوده في الانيمال هي الحقن الشرجيه. الاورال ما عادش شائع استخدامه زي قبل كده، كان في الابسون سولت اللي هو الملح الانجليزي ده كان عباره عن مغنيسيوم سلفيت كان بيتاخد كده اورالي، ما عادش شائع قوي استخدام اصلا الصلاين لاكسيفز يعني بشكل كبير. يعني الصلاين لاكسيفز لو جينا بصينا هنلاقي ان هي فعلا قويه في الافكت بتاعها. لو بصينا عليها لو اتاخدت اورالي بتبقى الافكت بتاعها سريع جدا مقارنه بالاورال دوزج فورمز. يعني احنا شفنا البالك والايموليانت لقيناهم بيقعدوا حوالي 72 ساعه، لما جينا بصينا على اللي هو المينرال اويل اللي هو الليكويد بارافين كان بياخد حوالي 6 ساعات، وكمان قلنا ان خلي بالك ده اصلا مش ما عادش شائع استخدامه. يعني الصلاين تلاقيها تقعد 3 ساعات، فده يعني تاثير بالنسبه للاورال برودكتس سريع جدا. خلاص الريكتال دايما بيكون اسرع بكتير، الايفكت بتاعه بيكون within minutes. السلاين بقى لاكسيفز عشان هي ليها onset of action سريع بيستخدموها في علاج الكونستبيشن، بس الاوكيجنال كونستبيشن ما ينفعش ان انا استخدمها فترات طويله عشان ما تعملش dehydration، سواء السلاين سواء الاوزموتيك لاكسيفز. وعلشان احنا قلنا ان السلاين لاكسيفز يعني ليها زي ما احنا شايفين كده افكت سريع دايما بيستخدموها عندنا يعني اكتر، هي شائع استخدامها اكتر لان نعمل بيها acute bowel evacuation before عندنا اللي هي الكولونوسكوبي، يعني ان هو ايفاكويت الكولون قبل عمليات مثلا هي المناظير اللي بتتعمل في الكولون. السايد افكت قلنا ان هي ممكن تعمل dehydration، السولتس دي بتعمل عندنا في الاغلب نوزيا وvomiting وabdominal cramping.
saline laxatives مش بنحب نستخدمها كتير الا كلاست تشويس او في الاخر خالص يعني، لان احنا هنيجي نبص هنلاقي والله ليه فيها ريستريكشنز كتير. من الريستريكشنز بتاعتها زي ما احنا قلنا ان هي ممكن تعمل دي هايدريشن، فانصح المريض ان يشرب معاها ميه وما ياخدهاش اكتر من اسبوع. في المقابل بقى الناس الكبيره دايما بنحاول نبعدهم على قد ما نقدر عن السلاين لاكسيفز. لو جينا بصينا هنلاقي لو انا عندي حد كبير وعنده رينال فيلير اقول له اوعى تاخد اي حاجه فيها مغنيسيوم لاكسيفز من السلاين لاكسيفز. ليه؟ لان طبيعي ان جزء من المغنيسيوم الموجود في الانتستين ده بيمتص عن طريق الجي اي تي، المفروض الكيدني تتخلص منه، لكن في حالات الرينال فيلير الكيدني ما بتقدرش ان هي تتخلص منه، فبيحصل هايبر ماجنيزيميا، ده ممكن يعمل ريسبيراتوري ديبريشن والمريض يموت فيها. تاني حاجه لو واحد كبير وعنده كونجستيف هارت فيلير بقول له اوعى تاخد ابدا اللي هي الصوديوم لاكسيف زي صوديوم فوسفيت لاكسيف، لان ده ممكن يعمل عندك صوديوم اوفرلود، وطبعا ده المفروض يبقى افويدد مع المرضى اللي عندهم كونجستيف هارت فيلير والناس اللي عندها هايبرتنشن والكلام ده كله. معلومه بقى مهمه جدا اصلا الاف دي اي حطتها، والحته دي مهمه قوي. الاف دي اي اصلا حطت يعني ورنينج كده لاي حد ايا كان، سواء ادلت سواء كبير سواء عيان سواء مش عيان بامراض ثانيه. في 2014 الاف دي اي عملت ورنينج وقالت خلي بالك ان اي حد ممكن يكون بيستخدم الصوديوم فوسفيت برودكتس الجرعه بتاعته اللي هي الاو تي سي، الاو تي سي دوز، واخدها بجرعات اكبر من الجرعات اللي هي الاو تي سي، او اخدها لفترات اطول من الفترات اللي هي اللازمه ان انا اخدها فيها، ده ممكن يسبب عندنا ضرر في الكيدني في الهارت، وفي رير كيسز ممكن تبقى فيتال يعني ممكن تؤدي للوفاه. هنا مش بتكلم ان هو هنا الاف دي اي ما كانتش بتكلم الناس الكبيره، كانت بتكلم اي حد ادلت ممكن يكون بيستخدم الصوديوم فوسفيت برودكتس، وقالت ان استخدام الدوزز اعلى بكتير وحتى ولو ليوم واحد ممكن تسبب اضرار جسيمه على الجسم. تمام، فدي حته مهمه قوي. الاوزماتيك قلنا والصلاين لاكسيفز الاثنين ما ينفعش استخدمهم اكتر من اسبوع والا بقى اندر ميديكال سوبرفيجن عشان ما تعملش دي هايدريشن. كمان الصلاين لاكسيفز ممكن تعمل بقى كمان فلويد عندنا ديفيشنسي وتعمل عندنا الكترولايت امبالانس، فبالتالي ملهاش اي لازمه ان احنا نستخدمها اكتر من اسبوع. الكلاس الاخير والكلاس بقى ده اللي شائع فعلا استخدامه بكثره جدا واحنا واقفين في الصيدليه، لان هو يعتبر من الحاجات اللي بتتاخد اورال لاكسيفز اورال برودكتس، تاثيره يعتبر سريع اللي هم الاستيميرانت لاكسيفز. ده كلاس فيه ديفرنت بقى يعني ادويه كتير مختلفه او ديفرنت لاكسيفز زي الانثراكينونز السنه والكاسكارا والالوين. في منه مثلا البيساكوديل، ده في منه سابوزيتروز منه تابلتس، في صوديوم بيكوسلفيت ده موجود دايما عندنا كاورال دروبس، وفي عندنا الكاستر اويل، وكلهم بيطلعوا او تي سي. الاستيميولانت لاكسيفز من اسمها هي استيميولانت لاكسيفز، بتستيميوليت الانتريك نيرفس سيستم وده بيؤدي في النهايه ان هو يستيميوليت البيرستالسيس. الاستيميولانت لاكسيفز بتشتغل دايركتلي على ان هي تستيميوليت الجي اي تي موتيليتي عن طريق الاستيميوليشن اوف النيرف اندنج الموجوده في الجي اي تي، عكس البالك لاكسيفز اللي هي لفت ودارت وفي الاخر عملت increase في الجي اي تي موتيليتي. يبقى البالك لاكسيف بتزود الجي اي تي موتيليتي او البيرستالسيس بطريقه اندايركت عن طريق هي يزيد البالك بتاعها فتبدا تضغط على الول بتاع الجي اي تي فيزيد الجي اي تي بيرستالسيس. اما الستيمولنت لاكسيف بتروح صراحه تشتغل على النيرفز الموجوده في الجي اي تي فتستيميوليت البيرستالسيس. الانسيت اوف اكشن بتاعها يعتبر اسرع مقارنه بالايموليانت والبالك لاكسيفز، بتبقى من 6 ل 12 ساعه وممكن تبقى 8 ساعات. لو تاخد تريبتل طبعا بتكون اسرع بكتير باعتبارها ان هي الاسرع من البالك عندنا والايموليانت لاكسيفز. ديت عندنا المجموعه اللي احنا لما يجي لنا داخل علينا الصيدليه واحد عنده اكيوت كونستيبيشن بننصحه ان هو ياخد عندنا الاستيميولانت لاكسيفز دي، وبنقول له ان انت خدها ات بيت تايم. ليه ات بيت تايم؟ علشان لما ياخدها وينام ويصحى بعد 6 ساعات يعني تصحى بعد 8 ساعات بيبقى خلاص ربنا سهلها عليها وسهلها عليه يعني، وبيقدر ان هو يدخل عندنا يديفيكيت باذن الله يعني. فبتتاخد ات بيت تايم، دي من الانبيشن كونسلنج اللي احنا بنقوله للمريض اللي هياخد الاستيميولانت لاكسيفز. هي حلوه وقويه الايفكت بتاعها وتعتبر فيرجيتيف، ليها فيرجيتيف ايفكت يعني هي بتستيميوليت الجي اي تي موتيليتي بشكل قوي.
بس ما ينفعش ان انا استخدمها for chronic use. ليه بقى؟ لان بيحصل منها حاجة اسمها habituation، اللي هو بيقول عليها stimulant habituation او stimulant dependence. المعدة بتبدأ تتعود عليها، الجي اي تي ما تبدأش ان هي تتحرك او يحصل عندنا يعني يبقى فيه motility او يبقى فيه peristalsis الا في وجود اللي هو stimulant laxers. فيحصل حاجة اسمها الكاثارت الكولون او الكولونيك انيرشيا، يعني الكولون تبقى انيرت، يبقى كسلان تماما، ما بيتحركش الا في وجود الستيميلانت لاكسرز. وطبعا نتيجه الديبندنس ده بضطر ان انا ازود جرعات من الستيميلانت لاكسرز علشان اقدر ان انا استيميوليت البريستاليسيس. هل هي دي المشكله الوحيده اللي ممكن يعملها اللاكسيف ابيوز اللي هو الستيميلانت لاكسيف ابيوز؟ لا، استخدام اللي هي الستيميلانت لاكسيف فترات طويله مش بس بتعمل كولونيك انيرشيا، كمان بتبدا بقى تعمل عندنا ايه، تبدا تعمل ايروجن في المايكروفيلاي بتاعه الجي اي تي، فيحصل منها نيوترينت مال ابزوربشن، يبقى ما عادش حاجه تعرف ان الجي اي تي تمتصها نتيجه ان حصل ايروجن في المايكروفيلاي المسؤول عن امتصاص النيوترينتس من الجسم. يبدا بقى يحصل الكترولايت وفلويد عندنا ديفيشنسي. ساعات كمان يعني في الحالات رير، في حالات رير ممكن الموضوع يوصل لحتة اللي هي الكولون كانسر، بس دي حالات رير شوية. علشان كده بنقول للمريض لازم عندنا ما يستخدمش عندنا الستيمولانت لاكسيفز أكتر من أسبوع عشان أتجنب موضوع اللاكسيف أبيوز. تمام؟ أكتر ناس عرضة لموضوع اللاكسيف أبيوز من الستيمولانت لاكسيفز هم الناس الكبيرة، لأن هم دول عندهم دايما ديكريز في الجي اي تي موتيليتي. دايما لما بيروح الصيدلية الصيدلي أكتر واحد بيستسهل، وراح مديله الستيمولانت لاكسيف باعتباره إن هو قوي وهيجيب معاه نتيجة، المريض يشوف نتيجة كويسة جدا طبعا بالنسبة له، فيبدأ على طول كل مرة عايز ياخد الستيمولانت لاكسيفز، فيدخل في أعراض اللي هي اللي احنا قلنا عليها سايد افكتس من اللي بتحصل من الكرونيك كونستيبيشن او الستيمولانت لاكسيفز. طيب حته كده بيقول لك عليها، اي حد هياخد البيساكوديل تابلت، بيسن كونسلنج مهم ان هي انتر كوتد تابلتس، وبالتالي عندنا خلي بالك ان انت لو هتاخدها تبقى تاخدها على معده فاضيه، وما ينفعش تاخدها مع الحاجات اللي بتزود او بترفع البي اتش اوف الاستومك زي الاتش 2 بلوكرز وزي الانتاسيدز. يعني انا في كل موضوع الستيمولانت لاكسيفز ده بيهمني موضوع اللاكسيف ابيوز، وتاني حاجه بتهمني فيه هو موضوع النصار اللي احنا بنطلعه بونبوني كده في الصيدليه. النصار تابلتس عندنا اللي احنا بنطلعها كده عادي، انت كصيدلي المفروض اصلا ما تبقاش عندك نصار تابلت جوه الصيدليه. النصار ده بيحتوي على ايه؟ هو بيحتوي على تلات حاجات غالبا، الاول الوي والكاليسنس، وبيحتوي على البلادونا. اتنين من المواد الفعاله من اصل ثلاثه، يعني تلتين المواد الفعاله اللي موجوده في نصار عباره عن ستيمولانت لاكسيفز، الالوي والكاليسنس، والاثنين دول باند استخدامهم من الاف دي اي. الاف دي اي منعت استخدام الالوي والكاليسنس. طب منعت استخدامهم ليه؟ قال لك ان لقوا ان الالوي والكاسكارا الاثنين دول لقوا ان الافيكاسي بتاعتهم اقل بكتير جدا من السايد افكتس، يعني السايد افكتس بتاعت الالوي والكاسكارا اعلى كتير من الافيكاسي بتاعتهم. فقال لك لا، ملوش اي لازمه، واي برودكت بعد كده في الصيدليه هيبقى موجود فيه اي حاجه من المادتين دول هيعتبر ادلتريتد برودكت. نيجي بقى للكوليسنس، وده الاخطر. الكوليسنس ده اللي هو الحنظل، الحنظل باند استخدامه عندنا من 91، وقال لك ان هو اقل كميات ممكن تتاخد من بيور باودر اوف كوليسنس بتعمل سيفير جي اي تي اريتيشن، بلادي دايريا، كيدني دامج، كونفولجنز اند ديث. فتتخيل ان نصار تابلت موجود فيه مادتين من اصل ثلاث مواد، الاثنين دول باند استخدامهم من الاف دي اي. فكصيدلي محترم المفروض وليك يعني في الموضوع اللي هي الاخلاقيات المفروض ما تطلعش نصار خالص. ادي مكانه، يعني بتسالني ادي مكانه ايه؟ ادي مكانه صوديوم بيكو سلفيت الموجود في النورمالاكس والبيكولاكس والحاجات دي. قلنا الاذر لاكسيفز مش هنغطي فيها حاجه، بص بقى عليها انت كده في الكتاب. انا بس هقول لك ان هو اللوبي بروستون اعتقد ده الوحيد اللي موجود منه منتجات في مصر في السوق المصري، برودكت مصريه، غير كده كل اللي موجود بقيه المنتجات بتاعه اللي هي او اللاكسيفز الموجوده في الكلاس دي هتلاقيها موجوده مستورده مش موجوده في مصر. اخر جزء عندنا وده محتاج تركيز معلش جدا، اللي هو الجزء بتاع علاج السبيشال بوبيوليشن زي البريجنسي. هل pregnancy common ان يجي لها constipation؟ اه طبيعي common ان يجي لها constipation، والاسباب موجوده في الكتاب ومذكوره مفيش منها اي مشكله، تلاقيها في البي دي اف صفحه 3.
علاج الكونستبيشن في البريجنسي، اول سؤال انا بعالجها ولا ما ينفعش اعالجها، هي ليه ينفع تدي نفسها حاجه او تعالج نفسها ولا لا؟ الاجابه لو في مايلد كونستبيشن البريجننت وومن ممكن تاخد سيلف تريتمنت للكونستبيشن، لكن لو الحاله سيفير دي كيس اوف ريفيرال، سواء ليا سواء ليها، ليا انا كصيدلي لو جات لي صيدليه، او ليها كبريجننت وومن لو هي عايزه تعرف تتعامل ازاي مع نفسها. العلاج عندنا لو احنا بنتكلم عن سيلف مانجمنت لازم يبدا بدايتوري ميجرز، اللي هي ان انا اغير في اللايف ستايل هابتس بتاعتي. ما ينفعش بنبدا نشوف مين اللاكسيفز اللي ممكن تبقى سيف ان بريجننت وومن تاخدها. طبعا احنا عارفين ايه هي الدايتري هابتس اللي هتعملها، تشرب سوائل كتير بقى وتكسرسايز حاجات مناسبه ليها وان هي تزود الفلويد انتيك. ما ينفعش الكلام ده، بنبدا بقى نقول لها تاخد لاكسبس مناسبه ليها. طب لو هي عايزه تعالج نفسها او الصيدلي هو واقف في الصيدليه عايز يتعامل معاها، ايه الحاجات اللي هو يقدر يبقى يديها لها وتبقى سيف؟ البالك لاكسبس هي ديت التريتمنت اوف تشويس لواحده بريجننت، وفيها ميزه ان هي ينفع تستخدم فور كرونيك يوز، يعني فور لونج تيرم، وما تعملش عندي مشكله، فدي سيف لبريجننت وومن، وده الفيرست تشويس. التشويس الثاني عندنا هو اللي هي الدوكازيت، اللي هو الموجود في حاجه اسمها زي الايجيكوزيت، ده يعتبر سيف لبريجننت وومن، والدليل على كده ان بره مصر بيبقى في عندنا اللي هي برينيتال فيتامينز مالتي فيتامينز بيكونوا حاطين فيها الدوكازيت بجرعات صغيره لواحده حامل بتاخد مالتي فيتامينز عشان يمنع ان يحصل عندها كونستيبيشن. ده تاني اوبشن، ولكن انا باكد دايما على المريضه اللي هي البريجننت وومن او باكد على الصيدلي ما تتاخدش اكتر من اسبوع. تالت اوبشن، والتالت اوبشن ده اللي يفضل ان هو ان احنا افويد خالص التالت اوبشن، الاوبشن التالت بس هو كسلف مانجمنت مقبول، ولكن ده اللاست تشويس اللي ما يكون ما فيش اي عندنا استجابه من اللايف ستايل موديفيكيشن او المجموعتين اللي قبله ممكن نلجأ له، ويعني على استحياء اللي هم الستيميولانت لاكسيفز. مين من الستيميولانت لاكسيفز بيكون سيف؟ السمنه والبيساكوديل وصوديوم بيكو سلفيت، الثلاثه دول هم اللي سيف اللي بريجننت وومن تاخدهم، سمنه والبيساكوديل وصوديوم بيكو سلفيت. تاني لازم يبقى فور فيري شورت تيرم يوز، لازم تبقى عارفه ان ممكن يبقى في لو ريسك منها لان هم مجموعه قويه دي ار بيرجيتيفز، فممكن يعملوا عندنا يوتيراين كونتراكشن، وبالتالي عندنا يعني ابسط حاجه ممكن تحصل بعد اليوتيراين كونتراكشن ان يحصل عندها سبازم، ان تحس بمغص. لا قدر الله بقى لو هو البيرجيتيف افكت بتاعه اقوى شويه، يعني ممكن ندخل في بريماتيور ليبر او لا قدر الله ابورشن. فاحنا وين بوسيبل وي هاف احنا كصيادله ان احنا نافويد ان انا اديها حاجه فيها لاكسيفز، اديها بالك، اديها ايمولينت، ما ينفعش يعني تاخد يعني لو الحاله عندها يعني ايه عايزه حاجه سريعه تاخد مره كده حاجه من الحاجات اللي هو زي صوديوم بيكو سلفيت واقول لها بصي روحي بعد كده للفيزيشن. يعني على قد ما نقدر تاني افويد الصودي الستيمولانت لاكسيفز للبريجننت وومن ان احنا نديها لها كسيلف تريتمنت. بنأكد طبعا على المعلومه دي 100,000 مره، يعني ان اللاكتيولوز فيري سيف لبريجننت وومن وللجيرياتريكس والبيدياتريكس، ولكن هو لازم يتاخد عندنا تحت وصف الطبيب، يعني ما ينفعش ان هو يطلع كاو تي سي برودكت، لكن سيف هو سيف. في المقابل بقى في لاكسيبس ثانيه عندنا ما ينفعش خالص ان بريجننت وومن تاخدها ولا تقرب منها، زي الكاستر اويل لان هو ده بيعمل حاجه اسمها امنيوتيك فلويد امبوليزم، ممكن يعمل يوتراين كونتراكشن يوصل للرابتشر وممكن يؤدي ده للوفاه. المينرال اويل اللي هو الليكويد بارافين اللي احنا قلنا اصلا مش شائع استخدامه، ده ما ينفعش برده لو واحده بتحب الحاجه الطبيعيه تاخده علشان ده هيمنع امتصاص الفات سولبل فيتامينز، وهي اكيد في المرحله دي بتاخد مالتي فيتامينز بما فيها الفات سولبل فيتامينز. السلاين لاكسيفز برده ما بتتاخدش عندنا، ممنوع استخدام اللونج تيرم او هاي دوز منها لانها بتعمل زي ما احنا قلنا دي هايدريشن وممكن تعمل الكترولايت امبالانس، وجنرالي شود بي افويدد ديورينج البريجنسي. خلصنا كده البريجننت وومن. باكد تاني في حته البريجننت وومن، احنا اول حاجه بنشوف ايه الادويه السيف للبريجننت وومن، اللاكسيفز السيف للبريجننت وومن ان هي تاخدها، وبعد كده بنشوف احنا كصيادله مين نقدر ان احنا نوصفه ليها. يعني مثلا في المثال اللي فات احنا لقينا البالك دي تنفع والايموليانت لاكسيفز تنفع، لقينا الاستيمولانت لاكسيفز اللي هو البيساكوديل والسمنه وصوديوم بيكو سلفيت ينفع، وكمان اللاكتيلوز ينفع، وعلى فكره جليسين سابوزيتورز ساعات بيوصفوها للبريجننت وومن، ولكن احنا كصيادله ايه هي الحاجات الاوبشنز المتاحه لينا وتبقى فيرست تشويس لينا ان احنا نديها لها؟ هنلاقي هو البالك والايموليانت، والمفروض ان يعني الستيمولانت ديت تبقى لاست تشويس واحنا كصيادله شود افويدت.
اللاكتولوز مش بنديه خالص، حتى الجليسرين سبجيتورز مش طالع او مش بيتكتب او مش بيعتبر سيلف مانجمنت في البريجننت وومن، يعني ما تلاقيهوش ابدا في اي موقع يقول لك ادي الجليسرين سبجيتورز للبريجننت وومن، دايما بيستخد تحت استشاره الطبيب. البيدياتريك بقى عندنا اللي هم الاطفال الصغيرين برضه بنبدا عندنا بدايتري عندنا وبيهيفيرال موديفيكيشن، او للطفل عندنا لازم تقعد على التويليت ولازم عندنا تحاول ان انت ترسبوند لاي ايرج بتجيلك انك محتاج انك تيديفيكيت، وبنقول له على وضعيه الجلوس الصح عندنا على اللي هي التويليت. ما ينفعش الدايتري والبيهيفيرال موديفيكيشن، بنلجا للاكسس. طب ايه هي بقى اللاكسيفز عندنا اوف تشويس؟ لو احنا بنتكلم بقى على سيلف مانجمنت، يعني لو انا عندي بيرنتس او صيدلي وعايز يوصف حاجه للاطفال، لو طفل صغير لازم تبقى عارف ان ده بيعتمد على المرحله العمريه، وصف اللاكسيفز هيعتمد على المرحله العمريه. اطفال اقل من سنتين ما ينفعش انك توصف لهم اي حاجه، دول بيبقوا اندر، بيحتاج ان احنا نعمل لهم ميديكال ريفيرل. الدكتور بقى ممكن يوصف لهم الجليسرين سبوزيتورز اللي هي الصغيره ديت اللي هي الانفنت اللي بتبقى اقل من 1 جرام او حوالي 1 جرام، ممكن يديهم دروبس عندنا او يعني دوز صغيره من اللاكتيلوز، اما انت كصيدلي ما بتتعاملش معاهم. المرحله العمريه الاكبر من كده شويه، بس بقى عندنا برضو اقل من 6 سنين، يعني من سنتين لست سنين، نفس الكلام انت كصيدلي او كبيرنتس عندنا ما فيش اي عندنا لاكسيفز سيف ان انت تديها للطفل في المرحله العمريه دي الا باستشاره الطبيب، ما عدا واحد بس عندنا ممكن يطلع، ويطلع عندنا للاوكيجنال كونستيبيشن اللي هو الاورال دوكيوزيت. ايه ده، مش البالك؟ لا مش البالك، خلي بالك البالك فيها مشكله كبيره، ان ممكن تعمل عندنا لو الطفل ما يعرفش يشرب معاها ميه كفايه ممكن يحصل لها سويلنج في الاسافجس وتعمل له عندنا اوبستراكشن وبالتالي تخنقه، تمام؟ فالاطفال عندنا في المرحله العمريه الصغيره دي ما ياخدوش بالك لاكس، لكن ممكن ياخدوا الاورال دوكيوزيت اللي هو صوديوم دوكيوزيت، ولكن عندنا بس عندنا فور اوكيجنال كونستيبيشن وفور شورت تيرم، قلنا ما تزيدش عن اسبوع، تمام؟ غير كده اي حاجه تانية عندنا ما ينفعش انك توصفها كصيدلي تتاخد كاو تي سي او كسلف مانجمنت، بترجع تاني بتريفير الفيزيشن، والفيزيشن نفس الكلام هيوصف الجليسرين سبوزيتورز عادي وممكن يوصف اللاكتيلوز عادي، الكلام ده كله متاح للطبيب لكن مش متاح لحضرتك. الطبيب زي ما احنا قلنا ممكن يوصف عندنا الجليسرين سبوزيتورز، برضه ممكن يوصف البيثاكوديل سبوزيتوري لو الحاله سيفير، لو هيدي حاجه اورال للطفل هيمكن يوصف له اللاكتيلوز. السنه لاكسيفز عندنا ممكن عندنا تتاخد عندنا لو في منها حاجه اورال او الساشيتس دي ممكن تتاخد. البيثاكوديل هنا ما بيطلعش عندنا في المرحله العمريه من 2 ل 6 سنين، وانا قايله السبب بتاعها في البورت، اي دو ثينك ان ده كان البورت الثاني من اللي هو الشرح اللي احنا شارحينه بالتفصيل، ممكن ترجع له. اكبر بقى من 6 سنين لا، بيبدا بقى الموضوع يفتح معايا والصيدلي او البيرنتس يقدروا يدوا اكتر من اوبشن. الدوكيوزيت طبعا ينفع لان نافع اصلا من المرحله اللي قبل كده. تبدا بقى هنا البالك لاكسيفز، طفل كبر شويه بيقدر ان هو ياخد البالك لاكسيفز، برضو عندنا كسيلف كير بس في حالات الاوكيجنال كونستيبيشن. الستيمولانت لاكسيفز اورالي ممكن برضو تتاخد زي السنه، وهنا والبيساكوديل بيبدا ان يدخل معايا من المرحله العمريه دي، ولكن امتى اديها؟ برضو بديها كلاست تشويس لما التريتمنت بالاورال ديكيوزيت والبالك لاكسيفز ما يجيبش نتيجه. لو انا عايزه بقى حاجه، يعني لو احنا جينا بصينا على التو اوبشن دول هنلاقي ان الستيمولانت لاكسيفز اسرع من الاثنين اللي قبلها، بس اسرع بتدي الايفكت بتاعها من 6 ل 8 ساعات. انا بقى لو عايزه حاجه مور فاستر ريليف بتدي الايفكت بتاعها within minutes، خاصه الاطفال مش بيبقوا مستحملين، هنلجا بقى هنا مش للاورال روت خالص، هنا بنلجا للريكتال روت لو انا عايزه حاجه الايفكت بتاعها within minutes، فانا ممكن نبدا بقى ندي الجليسرين او البيساكوديل سبوزيتريس. طب فين بقى السلاين انما بقى؟ هنا الانما بتاعت السلاين، لا هنا بقى احنا قلنا السلاين خليها في الاخر خالص، كده كده اصلا ما ينفعش ان هي مش مستحب ان هو انما تتاخد لاطفال اقل من 6 سنين، اكبر من 6 سنين بتبقى اندر ميديكال سوبرفيجن، الطبيب هو اللي بيوصفها ودايما بيحطها في الاي في التشويسز اللي هي في الاخر خالص. الناس الكبيرة الجرياتريكس الكونستيبيشن عندنا بيبقى البريفلنس عندهم اعلى بكتير جدا من الادلت، وده ليها اسباب هتلاقيها موجودة هنا مفيش منها اي مشكلة.
المانجمنت اوف كونستيبيشن زيهم زي الاطفال والناس الحوامل، بنبدا باللايف ستايل موديفيكيشن. ما ينفعش معاهم، بنبدا ان احنا نلجا ان احنا نشوف مين السيف لاكسيفز اللي احنا نقدر نديها لهم. الناس الكبيره هنلاقي ان احنا عندنا ال اسمها ايه، المانجمنت اوف كونستيبيشن عندهم بيبدا عندنا بالبالك لاكسيف، دي هي بتبقى الفيرست تشويس، ولكن مش بنديها في حالتين لو المريض، او ناخد بالنا من حاجتين، لو المريض الكبير بتاعي ده عنده دايابيتس بنتاكد ان البالك لاكسيف اللي هياخدها ما فيهاش شوجر، لازم اديله شوجر فري برودكت. تاني حاجه لازم اتاكد ان الراجل الكبير ده ما عندوش اي حاجه تمنعه من ان هو يشرب معاه سوائل كتير زي الناس اللي عندها سيفير رينال فيلير ومطلوب منها ان هي تعمل فلويد ريستريكشن. في الحاله دي مش هتنفع معاهم البالك لاكسيف، لان البالك لاكسيف لو ما شربش معاها ميه كفايه هتقف عندنا في الاسوفجس وممكن تخنق المريض بتاعي. ففي الحاله دي بس هتبقى مش اوف تشويس للمريض بتاعي لو هو كبير وعنده سيفير رينال فيلير ومطلوب منه ان هو يعمل فلويد ريستريكشن. تاني اوبشن هو الستول سوفتنر او الدوكازيت، ونفتكر ان احنا قلنا ده دايما بيكون تريتمنت اوف تشويس للناس اللي المفروض ان هي تو افويد الستريننج، زي الناس اللي عندها امراض في القلب، او الناس اللي عندها عامله عمليه جراحيه في الجي اي تي، او الناس اللي عندها انوريكتال ديس اوردر زي الهيمورويدز والفيشرز والحاجات دي. بعد كده الاوبشن اللي بعد كده بيبقى الاوزموتيك لاكسيفز. الجليسرين عندنا طبعا سابوزيتريز، ممكن تتاخد او تي سي للناس الكبيره. اللاكتيلوز سيف للناس الكبيره، ولكن ده بيكون مش سيلف مانجمنت، ده بيكون بس اندر ميديكال سوبرفيجن. اخيرا عندنا الستيمولانت لاكسيف، دايما هي اللي بتيجي عندنا اللاست تشويس عندنا في الحاجات اللي مقبوله ان هي تتاخد للناس الكبيره، طبعا عشان نحاول نتجنب عندنا مشاكلها، اهمها طبعا الستيمولانت عندنا ابيوز يعني او ديبندنس. في المقابل في حاجات بقى لا مش مسموح ان انا اخدها خالص من الناس الكبيره، زي المينرال اويلز، لان هي الناس الكبيره بيبقى عندها زياده في الريسك ان يحصل عندهم اسبيريشن، بالاضافه ان ده هيعمل لهم ديبليشن للفات سوليبل فيتامينز. الساين لاكسيفز الناس الكبيره دايما بتبقى اكتر حساسيه حتى من الناس الادلت ان يحصل عندها اي شيفت في الالكترولايت والفلويدز. ولو تفتكر لو رجعنا اعتقد للسلايد رقم 33 هتلاقي ان احنا قلنا لو ناس كبيره عندها رينال فيلير ما ينفعش تاخد المغنيسيوم لاكسيفز، لو عندها كونجستيف هارت فيلير مش هينفع تاخد الصوديوم. فدايما عندنا الصلاين لاكسيف شود بي افويدد مع الناس الكبيره في الافضل يعني. الجزء ده عندنا هو جزء محطوط كده زياده عن الاحتياج بتاعنا، ولكن دي عشان تبقوا انتوا عارفينها، مش معنى كده ان هو مش نازل في الامتحان او مش مهم، ولكن دي حاجات تجميعيه المفروض اصلا انت منك يعني كطالب، يعني لو ذاكرت السكشن تقدر تجمع المعلومات دي منك لنفسك. المعلومه يعني هل في كومباينيشن ثيرابي عندنا للاكسيفز، هل في ينفع ان انا اكومباين اكتر من لاكسيف؟ في كومباينيشن ثيرابي موجوده ومسموح بيها، وفي كومباينيشن ثيرابي ممكن تتعمل، وفي كومباينيشن ثيرابي لازم ان انا افويد ان انا اعملها. الاستيمولانت والايموليانت لاكسيفز دول اصلا عندنا كومباينيشن موجود فعلا في السوق. ايه الفايده منهم؟ هتلاقي ان احنا عندنا الايموليانت لما تدخل مع الستيمولانت لاكسيفز بتحسن عندنا الباول موفمنت، يعني هي لوحدها الايموليانت اللي هو الدوكازيت ملوش اي علاقه خالص بان هو يحسن او ان هو يستيموليت الباول موتيليتي، لكن لو اتعمل معاه كومباينيشن مع الستيمولانت لاكسيفز الاقي ان هو بيسينرجست الستيمولانت لاكسيف افكت. في السوق عندنا الميلالاكس وعندنا الايجيكيوسيت بلس، ده عباره عن كومباينيشن من اللي هو الدوكازيت مع انواع مختلفه من الستيمولانت لاكسيفز. التاني كومباينيشن اللي هو السنه او الستيمولانت لاكسيفز ممكن اعمل لها كومباينيشن مع البالك، مفيش في مصر كومباينيشن، دي مش موجوده في برودكت جوه مصر، ولكن عندنا بره مصر او عندنا الفيزيشن جوه مصر ممكن يعمل كومباينيشن من البالك مع الستيمولانت لاكسيفز، يطلب عندنا من المريض ان هم ياخدهم عندنا في اول كام يوم طبعا مع بعض لمدة مثلا يبدأ يدخل يعني كم يعني يدي السنة لمدة 3 أيام مثلا، وبعد كده يقول له وقف وكمل بس بالسليم، يبقى هما الاتنين بيتاخدوا مع بعض يعني concurrently، بس يقول للمريض إن من اليوم الثالث أو من اليوم الرابع وقف خلاص السنة وكمل بس بالبالك. يبقى أعتقد أنت ممكن تكون عرفت إيه الأدفانتج أوف ذس كومباينيشن. في المقابل بقى في كومباينيشن عندنا should be avoided، ما ينفعش ان احنا نعملها مع بعض خالص. اول كومباينيشن اللي هي الدوكيازيت مع الليكويد بارافين، ودي احنا قلنا سببها ايه. تاني كومباينيشن السلاين والستيمولانت لاكسيفز، لو انت اخدت بالكم كانوا اقوى مجموعتين واسرع مجموعتين واكتر مجموعتين ليهم افكت واضح على المريض،
دول ما ينفعش اعمل لهم كومباينيشن. تتوقع ايه السبب؟ هتلاقي موجودة بالتفصيل عندنا في الجزء اللي هو ده، اعتقد ده كان في البارت بقى الثالث في الشرح التفصيلي للسكشن، وممكن تتوقعها لوحدكم لانها مش صعبه يعني. اخيرا بقى، في وانت واقف في الصيدليه بتبراكتس، لازم تحط في اعتبارك كام كيس كده مهمين في الكونستبيشن. اول سؤال لو دخلك عندنا، اول كيس لو دخلك مريض عنده كونستبيشن، ولكن عندنا عنده مش اوكيجنال بقى كونستبيشن، هو عنده بقى ايا كان المرض، هي واحده بريجننت وعندها كرونيك كونستبيشن، يعني كونستبيشن ماشي معاها بقاله فتره يعني، ده ايه هو تريتمنت اوف تشويس في الحاله دي ليها؟ تاني حاجه، لو دخلت لك واحده بريجننت الصيدليه وعايزه تاخد عندنا المينالاكس، والمينالاكس ده عباره عن ستيميلانت مع الدوكازيت، هل توصف لها والاثنين دول سيف ان تاخدهم واحده بريجننت؟ السؤال انت توصفها اه ولا لا وليه. تالت عندنا سؤال اللي هو واحد دخلك الصيدليه وعايز عندنا لاكسف، وهو عنده حاجه تمنعه من هو يسترين زي اللي هي هارت ديزيز، الهيمورويد، مين اللاكسف اوف تشويس اللي يطلع في الحاله دي. رابع حاجه قلنا عندنا ان اثناء في بيشنت كونسلنج مهم جدا بنقوله في بعض انواع اللاكسفز، ان انا بطلب من المريض ان يشرب معاه كوبايه ميه، مين اللاكسف ديت وايه لازمه الميه، يعني ايه دور الميه ان هو يشربها، هتعمل ايه. حط بقى عليهم خمسه، لو واحد داخلك الصيدليه عنده acute constipation وعايز حاجه سريعه، ايه هي الاوبشنز المتاحه ليك، هتديله ايه اللاكسف اوف تشويس. لو هو عايز حاجه سريعه وذن ماشي ما فيش مشكله، عنده within 6 hours، لا لو عايز حاجه اسرع من كده within minutes هيبقى ايه اللاكسف اوف تشويس في الحاله دي. And finally هو كان في حاجة بس خلاص نسيتها، ما عدتش فاكراها. تمام، واختم الجزء ده بالسؤال بتاع هل عندنا في لاكسيفز عندنا اقدر اقول عليها ان في بيست لاكسيف او لاكسيف اوف تشويس اقدر وانا واقف في صيدلية اطلعه ايا كانت الحالة. طبعا الاجابة زي ما احنا شفنا لا، لان ده بيكون عندنا كيس ديبندنت، ده بيعتمد على الكيس بتاعتي. تمام، خلصنا الكونستبيشن وهندخل دلوقتي على الهيمورويدز باذن الله. باذن الله احاول اختصر الموضوع في 10 دقائق. الهيمورويدز او البايلز او البواسير دي بتبقى عباره عن ايه؟ اولا ده انوريكتال ديس اوردر، ده بيحصل في منطقه الريكتم او الانوريكتال اريا، ودي بيحصل فيها ان الهيمورويدال فينز الموجوده في المنطقه دي، الهيمورويدال فينز بيبدا يحصل فيها دايلاتيشن وسويلنج وانفلاميشن. يبقى المشكله اصلا بادئه بايه؟ بادئه بان حصل فازو دايلاتيشن في الهيمورويدال فينز، ده الطبيعي، ده بيكون الشكل الطبيعي للفينز. لكن بعد كده بقى بيبدا يحصل للهيمورويدال فينز دي، يبدا يحصل لها دايلاتيشن، تبدا مع الديفيكيشن يبقى في سويلنج ويكون في انفلاميشن. في منها انواع، في منها انواع. اللي بيحدد النوع هو ايه؟ بنلاقي عندنا ان الريكتم هنا او الانال كانال بتتقسم في خط كده مشنشر، ده اللي هو الخط المشنشر ده اسمه ايه؟ اسمه عندنا البيكتينيت لاين. البيكتينيت لاين ده هو اللي بيقسم الانال كانال عندي لتلتين فوق وتلت تحت. فلو الفينز الهيمورويدال فينز اللي فوق اللي هو اسمه بيكتينيت لاين او الدنتيت لاين، فلو الهيمورويدال فينز اللي فوق الدنتيت لاين هي اللي حصل لها سويلنج فده اسمه انترنال هيمورويدز، لو تحت الدنتيت لاين بيبقى اسمها اكسترنال هيمورويدز. لو لقينا بقى ان فوق الدنتيت لاين وتحت الدنتيت لاين بيكون فيها انفلاميشن، ده بيكون الميكسد هيمورويدز. الاعراض بتاعتها ان اول حاجه خالص بيكون دايما في بينلس بليدنج، هو ده الموست كومن ساين وسيمتومز، نتيجه الانفلاميشن او السويلنج اللي حصل بتبقى الوول بتاع الفينز بتبقى فراجايل، فدايما بيكون في بليدنج اثناء الديفيكيشن. تاني بليدنج اثناء ايه؟ اثناء الديفيكيشن بس، مش طول الوقت في بليدنج من منطقه الريكتم. تاني حاجة برولابس، البرولابس معناها البروز، ان بيكون في بروز او نتوء او خروج للهيمورويدال فين، زي ما انا شفت في الصورة اللي فاتت ان الفين بيبدأ يتدلى كده يحصل له برولابس، وده تاني سيمتومز. لكن مش طبيعي ان يكون في بين الا بقى اللي في الحالات السيفير، يعني احنا عندنا في جريدز هنشوفها مع بعض في الهيمورويدز، او لو اكسترنال هيمورويد. الاكسترنال هيمورويد ده يا جماعه اكتر حاجه متعرضه هو بيبقى في المنطقه الخارجيه تحت الدنتيت لاين،
فكل حاجه بتعمله فريكشن، فطول الوقت المريض ده بيبقى حاسس بالبين. في الانترنال هيمورايز ما بيكونش فيه بين الا في الحالات اللي هي السيفير او الهاي ديجري اوف انترنال هيمورايز. طبيعي بيكون فيه ديسكمفورت، بروريتس، سويلنج، بيرنينج من المنطقه دي. دي المين سيمتومز بتاعه الهيمورايز. طيب الدم اللي بيكون نازل مع اثناء الديفيكيشن تتوقع بيكون لونه ايه؟ لازم يكون لونه برايت ريد، لان لو انا بتكلم في لون غامق يبقى ده مش 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 ملهاش علاقه بقى بالهيمورويدز. لو دم لونه غامق او براون يبقى ده دم جاي من الابر جي اي تي وحصل له دايجيشن اثناء ما هو نازل فلونه غمق. لكن طول ما هو برايت ريد ببقى عارفه ان اللون ده جاي من منطقه اللي هي الريكتم. يعني دي بقيه الاعراض اللي ممكن تبقى كومن سيمتومز للهيمورويدز، ممكن نبقى نبص عليها. قلنا الديجريز بتاعه الهيمورويد، قلنا الانترنال هيمورويدز بتبقى منها درجات، في منها ديجريز. تمام، طبعا بتبقى بادئه بالحاله المايلد وبعد كده لو ما اتعالجش بتبقى الحاله سيفير. فاول ديجري عندنا الفيرست ديجري اوف هيمورويد بتبقى ده شكلها كده زي ما احنا شايفين، بيبقى لا الفينز فعلا فيها سويلنج، اللي هي الهيمورويدال فينز اللي فوق الدنتيت لاين فيها سويلنج، بس بيكون في بليدنج من غير بين وبليدنج بس اثناء الديفيكيشن. وزي ما انا شايفه في الصوره كده ما بيكونش فيه برولابس، ما فيش برولابس، هو المريض بس بيحس ببين اول سوري بيبقى اثناء الديفيكيشن بيلاقي دم خلاص. السكند ديجري عندي بيبدا يبقى فيه برولابس اثناء الديفيكيشن، الفين ديت واثناء الديفيكيشن بيبدا يحصل لها برولابس، بس بترجع لوحدها immediately after defecation. يعني مش بلاقي المريض مش بيلاقي نفسه كده في حاجة مدلدلة أو نازلة منه. وطبعا بيكون في mild discomfort مع البليدنج. الثيرد ديجري بقى هي مرحلة أكثر تطورا، لا خلاص بقى الفينز بتاعت الهيمورويد الفينز دي بتبدأ إن هي يحصل لها prolapse، وعلشان ترجع لمكانها برولابس اثناء الديفيكيشن، وعلشان ترجع لمكانها لازم المريض يعمل لها مانوال ريبليسمنت، يعني يعمل انسرشن بالفينجر بتاعه ويعمل لها مانوال ريبليسمنت عشان ترجع لمكانها جوه الريكتم. ودي بقى هنا من اول الثيرد ديجري، الثيرد والفورث ديجري دول مراحل متطوره بيبقى فيها بقى فعلا بين اثناء الديفيكيشن ومع البليدنج. يعني الفورث ديجري ودي اصعب حاله وتبقى very painful، هنا بيبقى خلاص في permanent prolapse، سواء المريض بيديفيكيت او مش بيديفيكيت في permanent prolapse. لو حاول يعمل لها manual replacement هترجع تاني، وقلنا بيكون في severe pain نتيجه ان هي متدليه طول الوقت بالشكل ده، فطبيعي ان يحصل thrombosis وده بقى بيبقى very painful. اسباب الهيمورويدز يا اما بتبقى حاجه وراثيه هيرديتري، يا اما اكتر حاجه ممكن تكون مسبباها الكونستيبيشن. بعض الوظائف اللي بيبقى فيها المريض او الشخص دايما بيحني نفسه كتير، الانحناء الكتير ده بيعمل دايما او بيبقى فيه ستريننج، ده دايما بيضغط على الهيمورويد الفينز، فممكن يحصل عنده هيمورويد زي الناس اللي بتشيل حاجات تقيله شيالين، او الناس اللي بتلعب عندنا هيفي ليفترز دول برضو عندهم هيمورويدز. البريجننسي طبيعي ان ممكن يجي معاها كمان هيمورويدز، ده طبيعي لان عندها كونستيبيشن، فالكونستيبيشن بيؤدي اصلا للهيمورويدز. طيب دي موجوده في كتاب صفحه 11 اللي انا هقوله ده او في البي دي اف اللي انا منزلاه. البايلز versus the other anorectal disorders، يعني احنا في عندنا بعض الانوريكتال disorders التانية بيتشابه الاعراض بتاعتها مع الهيمورويدز بس مش بتبقى هيمورويدز. على سبيل المثال مثلا احنا عندنا دلوقتي في حاجة اسمها anal fissure، اللي هي الانال فيشر ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بص كده مطرح ما اللي هو الهايلايتر ده موجود، بيبقى عبارة عن هو الشرخ، هي عبارة عن تير او شق كده في الريكتم، فتحة في الريكتم أو جرح في الريكتم. ده بيكون الانال فيشر، ودايما بيبقى معاه فيه عندنا البيشنت بيحس باتشنج وديسكمفورت في منطقة الانوريكتال اريا. الانال فيشر ده أصلا لو ما تعالجش بيبدأ نتيجة إن ده جرح موجود في الجسم، بيبدأ ممكن يحصل عليه بكتيريال انفكشن، ويبدأ ممكن يحصل منه إيه؟ ممكن يحصل أبسس.
ممكن يتحول لأبسس. تمام؟ الأبسس لو ما تعالجش، الأبسس اللي هو الحتة دي كده، الأبسس ده، الأبسس طبعا بيكون فيه بيبقى مليان بص، يعني مجمع بص اللي هو صديد. الأبسس لو ما تعالجش يا شباب بيبدأ إيه بقى، يكمل ويجيت ديبر ديبر، ويعمل قناة جوه في الحتة بتاعت جوه عند في الانوريكتال اريا، ويعمل حاجة اسمها الفيستيلا. الفيستيلا اللي هو النصور، يبقى ده كده النصور اهو، لقينا الفيستيلا ده النصور، بيبقى عبارة عن زي بريدج كده. البريدج ده بيكون عنده فتحتين، فتحة بتفتح في الانوريكتال اريا من جوه الريكتم من جوه، والفتحة التانية بتبقى على سطح الجلد من بره. الابسس اللي ما بيتعالجش ممكن يتحول لانال فيستيلا. تمام؟ كل اللي احنا قلنا عليه الابسس والفيشرز والفيستيلا، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الانوريكتال اريا، كلها بيبقى مصاحب ليها بين وديسكمفورت وايتشنج. خلاص؟ فممكن تبقى ميس دايجنوزد مع الهيمورايدز، وساعات ممكن يبقى فيه طبعا بليدنج من مثلا ان الفيشرز، فاعراضها بتتشابه مع اعراض البايلز يعني. علشان كده الدايجنوزز بيكون مهم، علشان اتاكد ان المريض اللي عنده itching عندنا او inflammation او discomfort عندنا في منطقه الانوريكتال اريا هو مش عنده حاجه من اللي احنا قلنا عليها. بالاضافه كده فاكره في حاجات موجوده في الكتاب زي الانوريكتال كانسر، وفي حاجه اسمها ريكتال بوليبس برضو عندنا اعراضها بتتشابه مع اعراض الهيمورويدز، بيكون في bleeding وanal discomfort. فلازم عندنا المريض يروح الاول physician ويتأكد ان هو عنده هيمورويدز، وبعد كده علاجها ابسط ما يكون. علشان الهيمورويدز مش حاجة صعبة، وعلشان هي تعتبر minor illness وليها OTC medication، فممكن المريض منه نفسه كده يبدأ كده اسبوع مع نفسه يعيد ياخد حاجة من الحاجات التوبيكال اللي بتستخدم في علاج البواسير. بس في حالات بقى معينة هضطر ان انا اريفير فيها الفيزيشن لو انا الاعراض ما تحسنتش خلال 7 ايام، لو بقى في سيفير بين، لان مش طبيعي اصلا الهيمورويدز اصلا ما فيهاش بين الا بقى لو مرحله قلنا متطوره او اكسترنال هيمورويدز، واصلا اكسترنال هيمورويدز دي بتحتاج تدخل جراحي يعني من الطبيب يعني. اطفال اقل من 12 سنه، بقيه الكيس اوف ريفيرال هتلاقيها كلها موجوده فعلا في الكتاب. نقطه مهمه جدا، كيس اوف ريفيرال لو في ريكتال بليدنج مش مصاحب لإديفيكيشن، لان الهيمورويدز طبيعي ان البليدنج بيحصل امتى؟ بيحصل اثناء الديفيكيشن. لكن لو المريض عنده على طول كده كونتينوس بليدنج، ده ممكن يكون كولوريكتال كانسر. فكرتني، يبقى دي كيس اوف ايه؟ اوف ريفيرال. يبقى ناخد بالنا من حته البليدنج ان هو بيكون بس اثناء الديفيكيشن لو هي حاله هيمورويدز. التريتمنت ابروتش طبعا دايما بنبدا بالحاجات اللي هي نون فارماكولوجيكال. قلنا الاكسترنال هيمورويد دي تدخل جراحي مالناش دعوه بيها. طب الانترنال هيمورويدز، الانترنال هيمورويد لو هي فيرست وسكند ديجري فدي عادي، انا ممكن ابدا ان انا احاول ان انا اصلح الكل. لو مريض عنده كونستبيشن اكوركت الكونستبيشن. في حاجه اسمها سيتس باث، والسيتس باث ده من اسمها ان المريض كده بيجي زمان كانوا، عشان بس تبقى فاهمين يعني، سيتس باث ده زمان كان بيبقى عباره عن ايه، طشت كده الواحد يقعد فيه فتره يملاه ميه دافيه كده، ويقعد فيه فتره من 5 دقائق ل 15 دقيقه ما يزودش عن كده، لان لو زود عن كده يبدا يجيله اريتيشن. دلوقتي حاليا بقى سيتس باث تطورت وبقت بالشكل ده كده. تمام؟ يحاول زي ما احنا قلنا يقلل الكونستبيشن، يحاول ان هو يقلل موضوع الستريننج والداون وورد بريشر، زي ناس ما قلت لكم اللي هم اللي بيقعدوا يشيلوا حاجات تقيله وعلى طول بينحنوا، الانحناء الكتير ده بيعمل سترين بيضغط عندنا على الهيمورويدال فينز. والله ما ينفعش، بنبدا ندي بقى الحاجات اللي هي الاو تي سي انتي هيمورويدال برودكتس. طب لو المريض بقى من الاول كده ما عندوش حقيقي يعني ما عندوش internal hemorrhoids first و second degree، لا هو عنده higher degree of internal hemorrhoids او عنده external hemorrhoids، لا ده يلزمه تدخل من الطبيب. ال higher degrees اصلا من internal hemorrhoids او external hemorrhoids دي بتحتاج تدخل جراحي، ففي عندنا عمليات بيعملوها علشان يتخلصوا من عشان يتخلصوا من الهيمورويدز دي. في عندنا الهيمورويدال باندنج، ومن اسمها ان انا بربط عندنا باند كده بربطها حوالين البيز بتاعه الهيمورويدز. ايا كانت العمليه اللي احنا هنتكلم عليها، احنا عندنا كذا نوع من العمليات الجراحيه اللي ممكن تتعمل، كلهم بيعتمدوا على حاجه واحده،
ان انا اقلل البلاس سبلاي اللي رايح للفينز دي، فلما البلاس سبلاي يقل يبدا يحصل لها شرينكج وتبدا تموت منها لنفسها وتقع، تقع بعد كده خلاص. فاول طريقه طريقه البندنج. تاني طريقه اللي هي طريقه اللي هو الانفراريد فوتو كواجيوليشن، ان هو بيجي على البيز بتاعه الهيمورويدال فين ويبدا ان هو يعرضها الانفراريد لايت. نفس الكلام ده هيعمل ايه؟ زي ما عمل البند، هيقلل البلاد فلو وبالتالي هيحصل لها شرينك وتقع بعد وقت. تالت طريقة اللي هي السكليروثيرابي، ان انا احقن سكليروزنج ايجنت زي مثلا اللي هو اكزامبل السكليروزنج ايجنت اللي هو الفينول 5% في الموند اويل او صوديوم تترا ديكايل سلفيد، دول اكزامبل السكليروزنج ايجنت بيروح حقنها برضو في البيز بتاعة الهيمورويد فين. فنفس الكلام، تقلل البلاد سبلاي وشرينك وتقع مع نفسها. اخر عندنا حاجات عندنا اللي هو الكريوثيرابي، ان انا اجمد الـ 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 الفين بتاعي ده تمام. او اخر حاجه عندنا اخر طريقه اللي هي السيرجيكال هيمريدكتومي، ان انا مش هعمل بقى يعني لحد رقم 4 اللي هي الكريوثيرابي. كل الطرق دي بتعتمد ان انا اقلل البلاد سبلاي فبالتالي يحصل شرينك للهيمرويدال فين وبالتالي تقع مع نفسها مع الوقت. في بقى اخر طريقه خالص اللي هي الهيمردكتومي، ودي بيستخدموها دايما مع الاكسترنال هيمورويد او مع الانترنال مفيش مشكله. لا ده بقى بيجي يعمل كده زي ستابلر كده زي دباسه كده، يخش كده ياخد الفين بتاعها ورايح عامل لها زي ما بيدبسها كده فيقطعها، يبقى هو بيخش يستأصل او يشيل خالص الهيمورويد فين ويكوي مكانها طبعا تمام كده. دايما دايما الاكسترنال بتبقى فيري بينفل ودايما بنعمل لها اللي هي الهيمردكتومي دي. طيب العلاج عندنا علاج الهيمورويدز بيكون دايما بالييتيف ثيرابي. ويعني ايه بالييتيف ثيرابي؟ يعني بيكون علاج بس للسيمبتومز، لكن لو انا عايزه اعالج الكيس يبقى انا ارجع للاوريجين واحاول ان انا اعالج الاوريجين نفسه تمام. وقلنا عندنا ان المريض لو قعد اخد الحاجات دي لمده 7 ايام وما تعالجش بيضطر ان هو يروح لفيزيشن. طب البالييتيف تريتمنت ده بيكون عباره عن ايه؟ هنشوف الاعراض ونعالج الاعراض دي. قلنا بيكون دايما في فازو دايلاتيشن من الهيمرويدال فين، فانا هروح مديها حاجه تبقى فازو كونستريكتور. بيكون في انفلاميشن فهدي حاجات انتي انفلاماتوري. بيكون في عندنا انال ديسكمفورت وايتشنج فممكن ندي الحاجات اللي هي الانالجيسكس خلاص. برضو ممكن ندي اللوكال انستاثيك علشان برضو يقلل موضوع الديسكمفورت والبين والحاجات دي كلها تمام. فدايما بنلاقي ان علاج الادويه اللي موجوده في السوق اللي بتعالج الهيمورويدز دايما بنلاقيها كومباينيشن من دراجز ليها ديفرنت انديكيشن او يوزز. يعني بنلاقي مثلا في حاجه فيها لوكال انستاسكس ودي اصلا ما ينفعش ان انا استخدمها اكتر من 7 ايام. بنستخدمها بس عندنا في المنطقة الخارجية او اللي هي بس في المنطقة اللي هي البيري انال اريا، مش بندخلها جوه الريكتم لان ملهاش اي لزوم ان هي تستخدم جوه الريكتم لان الريكتم من جوه ما فيهوش بين سنسوري نيرفز. الفازو كونستريكتورز قلنا بنستخدمها عشان اصلا الهيمورويد سببها فازو دايلاتيشن، وبيشنت كاونسلنج جدا مهم مع الفازو كونستريكتورز ان انا ما ينفعش استخدمها او اوصفها اطلع برودكت في فازو كونستريكتور الا ما اكون متاكد ان المريض ده اوريدي دايجنوزد بان هو عنده هيمورويدز. طب ليه واشمعنى؟ لان الفازو كونستريكتور ممكن توقف البليدنج، بس المشكله ان لو كان البليدنج ده ما كانش سببه هيمورويد، لو كان البليدنج ده سببه حاجه زي الانوريكتال كانسر فهو ساعتها هيعمل ماسكينج للسيمبتومز دي او هيوقف البليدنج، فهو هيماسك سيمبتوم مهم وبالتالي ممكن ياخر علاج المريض وهو اصلا ما عندوش هيمورويد، ده عنده حاجه تانية اخطر بكتير من الهيمورويدز. فانت ما تديش الفازو كونستريكتور الا اذا انت متاكد ان المريض ده اوريدي دايجنوزد بان هو عنده هيمورويدز، والا انت ممكن تكون بتاخر علاجه او بتعمل ماسكينج لمور سيريس اندرلاين ديزيز.
الهايدروكورتيزون ده انتي انفلاماتوري، ممكن يطلع طبعا او تي سي، واحنا عارفين حاجه زي كده بيطلع عندنا في الحلقه بدوز صغيره جدا توصل لحد 1%، بيطلع او تي سي، وده بنطلعه امتى في الصيدليه؟ يعني امتى تطلع برودكت عندنا فيه انتي هيمورويدال فيه هايدروكورتيزون؟ لو المريض بيقول ان هو عنده سيفير انفلاميشن، تمام. وطبعا معروف ان انا ما بستخدموش اكتر من 7 لـ 5 ايام، يعني لان بيحصل بيعمل سكان ثيننج وبيبدا يحصل منه سيستميك ابسوربشن. بالاضافه طبعا ان بيعمل مشكله تانية، ان هو ممكن نتيجه طبعا استخدام الكورتيزون ممكن تماسك البكتيريال او الفانجل انفكشن لو موجود، فتبروموت البروجريس بتاعها. يعني تخيل الراجل ده لو عنده اينال فيشر وبياخد حاجه فيها هيدروكورتيزون، لو في بقى بكتيريال او فانجل انفكشن تبروموت الجروث بتاعهم، لان هو طول ما يعني ما فيش انفلاميشن هو مش حاسس، ما هو الانفكشن بيبقى مصاحب معاه انفلاميشن، فانت قاعد تدي حاجه انتي انفلاماتوري، فالمريض بيبقى ايه في اللالا لاند يعني. كمان في كلاسز تانية زي البروتكتنت والكراتوليتكس برضو بيستخدموا. الكراتوليتكس الاستخدام يعني بيستخدموا ليه؟ علشان يقشروا الجلد عندنا، وبالتالي الأدوية التانية اللي بتتاخد معاها تقدر ان هي توصل لطبقات الجلد اللي انا محتاجاها وتعالجها بشكل افضل، ولكن ما ينفعش استخدمها غير بس externally. في كمان الاسترينجنت، وفي عندنا اللي هم الانالجيسكس او اللي بنقول عليهم كاونتر ايرتنت زي المنتول زي الكامفر، دول بيعملوا تمبرري ريليف للايتشنج والديسكمفورت. بس نخلي بالنا ان الكاونتر ايرتنت دول ما ينفعش استخدمهم برضو غير بس فور اكسترنال يوز. الادويه الموجوده في السوق بقى عندنا، هتلاقي جدول كده موجود عندك في الكتاب او في البي دي اف اللي انا منزلاه صفحه 14 و15، هتلاقي ان البرودكتس اللي احنا بنطلعها في الصيدليه في علاج الهيمورويدز كلها اصلا زي ما احنا قلنا بتبقى او تي سي، بتبقى عباره عن كومباينيشن من اكتر من حاجه. زي مثلا الفاكتو بيبقى فيه مثلا حاجه عندنا حاجه اسمها بوليكريزولين، ده هيموستاتيك عشان يقلل شويه البليدنج، وسينكوكاين. بيشنت كاونسلنج مهم لو واحد عندنا هياخد برودكت فيه سينكوكاين اللي هو لوكال انستاتيك، قلنا ارجع لها وبص عليها في الكتاب، ما ينفعش تستخدم لمده اكتر من قد ايه، وما ينفعش يكون الجلد ابريدت وهكذا. في عندنا في السوق عندنا حاجه اسمها انزول وانزول اتش سي، هما شبه بعض بالظبط، ولكن الاتش سي ده بيكون فيه هيدروكورتيزون. قلنا امتى استخدم ده وامتى استخدم الانزول العادي، وامتى استخدم عندنا الانزول اتش سي، وايه اهم بيشنت كاونسلنج اقوله للمريض اللي هياخد حاجه فيها هيدروكورتيزون. اخر جزء عندنا، هل في علاقه ما بين الكونستيبيشن والاذر انوريكتال ديس اوردر؟ الاجابه يعني ايه يعني انت لو انت عندك كونستيبيشن وما عالجتش الكونستيبيشن ده، الكونستيبيشن عندنا نتيجه ان بينزل عندنا او البيشنت بيديفيكيت دراي وهارد ستول، ما ممكن يجرح منطقه الريكتم فيحصل عندنا انال فيشر. لو الانال فيشر ما تعالجش نتيجه الجرح ده يحصل بكتيريال انفكشن فيحصل ابسس، الابسس ما تعالجش بيبقى بيجيت ديبر اند ديبر وممكن يعمل فيستيلا. بالاضافه لكل ده نتيجه الستريننج المستمر ممكن يحصل نتيجه الكونستيبيشن، يعني ممكن يحصل هيمورويدز. يبقى احنا عندنا الكونستيبيشن ممكن يؤدي لديفرنت انوريكتال ديس اوردرز. طب السؤال، هل الانوريكتال ديس اوردرز دي بقى هي اللي ممكن تؤدي لكونستيبيشن؟ يبقى انا عرفت ان الكونستيبيشن ممكن يؤدي اليهم، يعني يسببهم. هما بقى ممكن يسببوا كونستيبيشن؟ الاجابه برضو يبقى هي فايس فيرزا، يعني هي علاقه رايح جاي. طب جت منين بقى؟ ان نتيجه عندنا كل الامراض اللي احنا اتكلمنا عنهم دول بما فيهم الهيمورويدز والانال فيشرز والفاستيلا والابسس، كلها دايما بيكون مصاحب معاها انال ديسكمفورت، وساعات بيحصل بين اثناء الديفيكيشن. فدايما المريض اللي عنده انريكتال ديس اوردرز بيحاول يمنع نفسه من ان هو يدخل التواليت ويديفيكيت، لان على طول رابط الديفيكيشن بايه؟ بالبين. واحنا قلنا ان كل ما تمنع نفسك من انك انت تدخل التواليت انت كده بتاثر على الديفيكاتوري ريفلكس الطبيعي، مع الوقت بيروح ويختفي فيبقى عندك كونستيبيشن. يبقى الكونستيبيشن يؤدي الانريكتال ديس اوردرز دي صح، الانريكتال ديس اوردرز تؤدي الكونستيبيشن دي كمان صح. اخيرا وهنقفل الحمد لله، هو استخدام الجي تي ان اوينتمنت او الكريمز اللي بتركيزه 0.2%، ده اللي هو الجليسرايل تراي نايتريت.
الجليسرايد تراي نايتريت ذا بوتنت فازودايليتور، احنا عارفين هو بيستخدم عندنا اورالي في علاج الانجينا، ولكن عندنا في منه دلوقتي توبيكال برودكتس اوينتمنت موجوده في السوق بتستخدم في علاج الانوركتال ديس اوردرز. السؤال دلوقتي هو بيستخدم في علاج الهيمورويز ولا لا، خاصه يا جماعه ان في دكاتره بيوصفوه كتركيبات، يعني بدل ما ياخدوه كاوينتمنت جاهز، يعني في تركيبات في الصيدليه بيحضروا فيها اللي هو الجي تي ان ده. الاجابه وهتلاقيها موجوده في التفصيل في الكتاب، بس عشان انا كده طولت زياده عن اللزوم، الاجابه ان انا ما ينفعش يكون عندي هيمورويدز سببها فازو دايلاتيشن، ودي حاجه تزود الدايلاتيشن ده، يعني تعمل ورسنينج للكيس. ف الجي تي ان ما ينفعش استخدمه اطلاقا في علاج الانترنال هيمورويدز، بس عشان هو فازو دايليتور يبقى انا بيستخدم مينلي وهو ذا تريتمنت اوف تشويس في علاج الانال فيشرز، الشروخ الشرجيه. الفيشر قلنا عامل زي تير، عامل زي جرح، فانا لما ادي حاجه فازو دايليتور طبعا بنسبه صغيره ده بيزود البلاس سبلاي اللي رايح في المنطقه دي، فيبروموت الواند هيلينج، فيعالج الفيشرز اسرع وافضل يعني. تمام. واستخدام الجي تي ان في حالات الهيمورويدز هو قاصر على بس الاكسترنال هيمورويدز، الاكسترنال ثرومبوزد هيمورويدز قبل ما بتدخل جراحيا، ممكن يدوا الجي تي ان عشان يريليف بس البين شويه، لان هو زي ما بيعمل دايلاتيشن للبلاد فيسلز او ريلاكسيشن يعني للبلاد فيسلز، هو كمان هيريلاكس الماسلز اللي حوالين الهيمورويدال فينز دي، فبيدي احساس عندنا temporary relief of pain and comfort، يعني المريض بيحس بالراحه، فبيستخدم في بعض الاحيان للاكسترنال هيمورويدز، لكن ما استخدموش للانترنال هيمورويدز لانه بعد فتره هيورسن الكيس، لان اصلا الحاله اصلا في الاول وفي الاخر سببها فازو دايلاتيشن للهيمورويدال فينز. بكده هكون انا خلصت، وبعتذر اعتذار شديد للغايه على التطويل اللي انا بطوله كل مره في السكشن اللي انا بقوم بتسجيله. ان شاء الله تكون استفدتوا باذن الله. سلام عليكم.